يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله يكون الجزء الأخير من شرح مادة الفيسوكا كلها. راح نشرح ما الريبرودكشن تمام تبع الميل وفيميل، ونحكي عن الجاستيشن الحمل واللاكتيشن والأشياء، ويكون إن شاء الله خاتم معكم مادة الفيسيو. إن شاء الله رب تستفيدوا من الفيديو كثير منيح. بس مبدئيا ميزة هذا الشابتر إنه الحكي بالسلايدات كافية وزيادة، يعني ما فيش شرح خارج السلايدات الا بس في بعض السلايدات، يعني نص سلايدات فيها تمام والنص الثاني بدا شوي شرح، بس بشكل عام الحكي كافي وزياده. يلا نبلش نقول بسم الله. اوكي، مبدئيا بهذا السلايد بدنا نعرف هل الحكي كالتالي. بدنا يكتفهم عليها النقطه انه الامبريو الجنين اللي لما يكون في بطن امه بغض النظر شو نوع سبيشيز، اوكي، مبدئيا بيكون عنده الايش الاعضاء الذكريه والانثويه توجذر تمام، بيكون عنده شيء اسمه indifferent gonads، اوكي، او بيحكوا in او undifferentiated gonads، يعني بيكون عنده الجونادز undifferentiated لساتها ما تخصصت لخلايا معينه، اوكي، فبكون عنده ايش بالبدايه بيكون indifferentiated gonads، اوكي. انا كاتب انه بالبدايه انه undifferentiated reproductive system and embryo undifferentiated gonads reproductive system بيكون عنده indifferentiated gonads لساتها ما تحدد الجنس تمام، فيما بعد رح تحدد الجنس. بس بناء على شو رح يتحدد الجنس؟ بناء على المادة الجينية الجينيتك ماتيريال، هي تحدد ايش هو الجنس، واذا بإما يكون ذكر او انثى. فاذا كان الجنس ذكر فهيكون المادة الجينية تبعته XY، ولو كانت فيميل هتكون ايش المادة الجينية تبعته XX. معنا فضح حكي تمام. في حالة الذكر ايش رح يعطيني؟ هيعطيني تستس، وفي حالة الفيميل ايش يعطيني؟ يعطيني اوفري، صح؟ تمام. طبعا في شيء اسمه جيرم سيلز من لما اخذنا الامبريو تمام. الجيرم سيلز اللي هي ايش؟ البريمورديال جيرم سيلز اللي بتعطينا ايش؟ المذر سيل. الجيرم سيلز هي عباره عن يعني زي ما نحكي خليه الام اللي راح تعطيني خلايا ثانيه، خلايا ايش؟ الدوتر سيلز تمام. فمثلا في حاله المي راح اعطي ايش؟ الجيرم سيلز تكون سبرماتوجون، هي تعطيني البرايمري والسكندري سبرماتوسايت، السبرماتيد، سبرماتوزوا. وفي حاله الاوغون شو يعطيني؟ البرايمري اوسايت، السكندري اوسايت، وهكذا تمام. وفي عندك السوماتيك سيلز اللي هي الخلايا ايش الجسميه. هسه هدول السوماتيك سيلز زي السارتوريا سيلز، زي اللايدك سيلز بنعرفهم هدول كثير منيح، وجرانيوز سيلز والثيكا سيلز، هدول اثنين هدول مش جداد علينا اخذناهم قبل كده. لكن بدنا نحكي الشيء بهمنا الشيء الجديد، او يعني مش جديد يعني بهمنا بهذا الحكي، نعرف انه هدول اثنين شو بيعطونا وهدول شو بيعطونا، اوكي. فمثلا السارتوريا سيلز اللي هي بتكون جوا السيمرفرس تبيوز راح يعطيني شيء اسمه انتي موليريان هرمون، واللايدك سيل راح يعطيني الاندروجين الاندروجين تمام. اللايدك سيل راح يعطيني اندروجين، والسيرس راح يعطيني انتي موليريان هرمون تمام. هسه ايش هدول الفانكشن تبعهم؟ مبدئيا هون في عندك شيء اسمه موليريان وولفين، اوكي، والموليريان جنبيها فيميل والولفين جنبيها ميل. شو يعني؟ يعني الميل عشان يتكون لازم يكون عنده الولفين داكت، اوكي، او الاسم التاني الميزونيفريك داكت بالامبريو، والفيميل عشان تتكون لازم يكون عندها موليريان داكت اللي هو ايش؟ الباراميزونيفريك داكت، اوكي. هسه في حاله الامبريو ميل فالسارتوريا سيلز حاطين انتي موليريان هرمون، وهذا هرمون بيعمل على تطبيق قناه الموليريان عشان ما يظهر، عشان يصير ايش؟ اتروفاي ويختفي تمام. اما اللايدكس راح حاطين اندروجين او التستوستيرون، يعني عادي مش راح تفرق كثير اندروجين وتستوستيرون، واللي راح يساهم تكوين الولفين داكت اللي يعطيني الميل ريبرودكتيف سيستم. وبالتالي لما تكون الميل سيستم ويختفي الفيميل سيستم شو يعطيني؟ الميل جينيتال تراكت، الميل اللي هو الميل اكسترن جينيتال اللي هو البينس والسكروتم تمام. يعني هذول اثنين نفس الجمله، بس اعطيك العضو الذكري اللي هو ايش؟ البينس، اوكي، البينس والسكروتم، اوكي، اللي هو الكيس اللي فيه خصيتين. اما بالنسبه للفيميل لو الامبريو فيميل فراح حط فايش عندك جرانيوسز وثيكاسز، والجرانيوسز راح اعطيك ايش؟ نو اي ام اتش، راح اعطيك هذا راح يعطيني موليريان، اوكي. هو بيقول لك نو ام اتش يعني نو انتي موليريان هرمون، يعني ما فيش مضاد للموليريان، يعني الموليريان راح يتكون، والثيكاسز راح يمنع ظهور الاندروجين، راح يثبط انتاج الاندروجين، فهذا بيثبط انتاج وولفين، وهذا راح يعمل على انتاج موليريان فيميل. وبالتالي لما ينتج هذا الايش هذا لما تنتج القناه والقناه هاي لا راح يعطيني فيميل اكسترنال جينيتايز ساتش از ليباي فالفال كلايترس، اوكي تمام جدا. فاذا كمان مره ايش اللي بحدد انه جنس ذكر او انثى؟ الماده الجينيه الجينيتك ماتيريال، اوكي؟ طيب هات كل شيء بالسلايد، نيجي على السلايد اللي بعده.
Now, male reproductive system طبعا احنا بنذكر اناتومي لما اخذنا الريبرودكتيف سيستم اوف ذا ميل الميل هاي سكروتم طبعا سكروتم الجلد وهاي التستس وهاي الفاز ديفرنسز الى ما اخره اوكي ما بهمناش الشكل مهم ايش الفانكشن تبع الميل ريبرودكتيف سيستم انه ينقل سبرماتوزوا تمام ينقلها فيميل او يطور سبرماتوزوا عفوا بعدين ينقل هذا السبرماتوزوا تو ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم عن طريق الكوبيوليشن اكيد برودوس ميل سكس هرمون such as تستوستيرون يعطيك هرمون تستوستيرون هسه شو الفانكشن تبعون هرمون وشو بيعمل؟ في لها سلايد خاص فيها، اوكي؟ السلايد اللي بعده. ناو هسه هون بدنا نحكي عن كل جزء من الميل وشو الفانكشن تبعه. وهذا يعني تقريبا يعني شبه اقرا لانه حكي فيه كافي زياده، بس خلينا نحكي التستس شو هو؟ اللي هو العيش الخصيتين، تمام؟ واللي هو المسؤول عن انتاج السبيرم وكمان ينتج هرمون تستوستيرون، فاذا التستس اهم عضو في الميل والريبرودكتيف سيستم كله. بيعطيك السبيرم بالإضافة للتستوستيرون هورمون سينثيسيس. سبيرم كونتينز هالف اوف جينيتك ميك اب، يعني السبيرم فيه 50% من المادة الوراثية، طب 50% الثانية من وين؟ من الومن، من الفيميل، الأوسايت، ولما يندمجوا مع بعض شو يعطيك؟ هيعطيك ايش؟ الزايجوت، يعني ديبلويد، مش السبيرم عبارة عن هابلويد والأوسايت عبارة عن هابلويد، طب هابلويد زائد هابلويد ديبلويد، أوكي؟ بعدين من التستس رح ينتقل وين؟ على الإبديدمس اللي هو هذا الجزء، من التستس هاي عفوا السبيرم اللي تم انتاجه ينتقل من هون للابديدمس والابديدمس هو المكان اللي هيتم تخزين وان ماتشوريشن اوف ذا سبيرم بعد الابديدمس السكروتم ايش هو السكروتم عفوا السكروتم اللي هو الطبقه الجلديه اللي بتغطي هذا الجزء كامل هذا هو السكروتم اوكي الجلد الخارجي بغطي كامل والسكروتم مهم جدا في حمايه التستس اند ريجليت تمبرتشر اند طبعا السبورت تبعه فاذا هو بيحميه وبينظم درجة حرارته بخلي درجة حرارته تحت درجة حرارة الجسم بأربعة أو خمس درجات وهي معلومة مهمة جدا تحطها في بالك درجة حرارة الايش التستس والسكروتم هاي أقل من درجة حرارة الجسم الطبيعي بأربع درجات عشان ينتج سبيرم واضح رح نحكيه بتفصيل بالدم الفازا ديفرنسز اللي هو رح يعمل على نقل السبيرم from epididymis to urethra وهي الابديدمس وهي الفاز ديفرنسز فبياخذ السبيرم من هون من الابديدمس وينقلها وين؟ على اليوريثرا، اوكي؟ اليوريثرا. واليوريثرا ايش تعريف اليوريثرا هو عباره عن تيوب جوا البينس ترانسبورت سبيرم اور يورين تو ذا اكستير واذا متذكر لما اخذنا رينال سيستم باخر سلايد تقريبا او قبل الاخير اليوريثرا عرفناه بانه هو مكان بيعمل على اخراج اليورين صح ات ذا سيم تايم اليوريثرا مسؤول عن هو المكان اللي بيتم اخراج فيه السبيرم كيف اذا هو الجزء اللي بيسهم في اخراج السبيرم اند يورين تو ذا اكستيريور والبينس هو العضو المسؤول عن يعمل كوبيوليشن اوكي اورجان اوف كوبيوليشن اللي بيعمل ايش التزاوج تمام؟ طيب نيجي على السلايد بعد التستس بيقول لك التستس ذا برايمري سكس اورجز اوف ميل اكيد هو العضو الاساسي في الميل ريبرودكتيف سيستم ليش؟ لانه حكينا التستس هو المسؤول يعطيك سبير بالاضافه الى انتاج التستوستيرون فهو عضو رئيسي يعني مهم جدا اوكي؟ They are housed in the scrotal sac by the spermatic cord بمعنى هم مغطين ايش؟ مغطين طبقه السكروتم، السكروتم مغطي حوله مغطي على الايش؟ على التستس باز ذا سبرماتيك كورد سبرماتيك كورد اللي هو زي ما تشايف هنا هذا سبرماتيك كورد ماسك في الابديدمس التستس يا ربي ماسك في التستس ومخليه بمنطقه السكروتم وهو ايش ومتغلف السكروتم اوكي الفانكشن تبع سبرماتوجينس زي ما اتفقنا انتاج السبيرم برودكشن اوف ذا سبيرمز هرمون برودكشن سوتش از اندروجين او تستوستيرون اوكي وهذا الاندروجين كفانكشن مثلا يحفز مثلا الديفلوبمنت اوف ميل سكندري سكس كاركترز الخصائص يعني الخصائص الجنسيه الثانويه تمام للميل بالاضافه ممكن يحفز بعض الاعضاء اذا مش غلطان اوكي بعض اعضاء ثانويه والخصائص الثانويه للميل اوكي such as مثلا اللايبدو اللايبدو اللي هو الرغبه الجنسيه عند الميل اوكي فهو هذا التستوستيرون بحفز الرغبه الجنسيه ميل لايبدو السكندري سكس كاركترز الجنرال انابوليك افكت اللي هو عمليه البناء والهدم انابوليك يعني بناء اوكي البناء والهدم وهذه الاشياء تمام وطبعا هاي لما اخذنا بالهيستو السمير فيستبيوز والسبتا وجوه السمير فيستبيوز شو في برايمري سكندري سبرماتيد بالاضافه للسارتوريال سيلز برايمري سكندري سارتوريال سيلز اوكي والسارتوريال سيلز كفانكشن بتعمل على انها تدعم السبيرم الناضج وتغذيه وتحميه بس ما لها علاقه بانها تنتج سبيرم هي بس بتحميه وتدعمه وليس ايش تنتج سبيرم اوكي وطبعا هذا السبيرم واضح هاي ايش الهيد منطقه بقسم قسمين هيد وميدل والتيل والهيد فيه الاكروزوم اللي فيها دايجستيف انزيم وفيها نيوكليس اوكي السنترولز ثابته وميتوكوندريا تمام بس مش مهم المهم بس هذا حكي زي ما قلت في البدايه الحكي بالسلايدات كافي وزياده اوكي
اه نسيت احكي نقطة مهمة، انه اللايدك سيل هي نفس الانترستيشال سيلز، اللايدك سيلز هي نفس الانترستيشال سيلز، تمام؟ واكيد انتم عارفين هاي المعلومه. نيجي هسه سلايد هذا السكروتم، نحكي شو فانكشن تبع السكروتم. السكروتم زي ما اتفقنا هو عباره ايش، فانكشن تو سبورت اند بروتكت ذا تيستس، بيدعم وبيحمي التيستس. لكن قبل هيك خلينا نحكي، تعرفين اذا تو لوب ساك ديفلوبد فروم ذا انجوانا سكن تو اكوميديت ذا تيستس، زي ما اتفقنا هو عباره عن غطاء جلدي بيحمي سكروتو بيحمي التيستس بغطيه، عباره عن تو لوب ساك، يعني زي يعني عباره عن فصين، اوكي فصين الرايت والليفت، تمام ومندمجين مع بعض بس انه عباره عن فصين يا رايت والليفت، اوكي سك ديفلوب فروم ذا انجوينا سكن السكن الخارجي تو اكوموديت ذا ستيت، تو اكوموديت ذا ستيت تستس عشان يستوعب هذا التستس، اوكي فاذا هو باختصار هو اللي بغطي التستس، عباره عن تو لوب ساك زي ما هو التعريف. الفانكشن زي ما قلنا سبورت اند بروتكت التستس، واهم معلومه ريجوليت تستاكل تمبرتشر تو بي 4 اور 5 سيلسيوس بلو نورمال بود تمبرتشر، بخلي درجه الحراره تحت درجه حراره الجسم 4 5 درجات. طب ليش حكينا؟ عشان نعمل عشان يحفز انتاج السبرم، لانه عمليه السبرماتوجينيسيس ما بتصير وهو درجه حراره التستس زائد 37 زائد درجه حراره الجسم مثلا، لازم يكون تحتيه ب 4 درجات، لازم يكون كول تمام. ايش العوامل اللي بتساهم انه يخلي هاي المنطقه بارده؟ اربع عوامل او ثلاثه عفوا ثلاثه، ثيرموجليشن اوف تيستس كالتالي: الكري ماستر ماسل، السبيشيز اند سويت جلاند، البامبينير فروم بلكسس واللي هي التستاكولار بين. البامبينير فروم بلكسس هي نفس التستاكولار بين. انا بدي ابلش من تحت ونطلع لفوق، تمام؟ خلينا نشرح من تحت بعدين نطلع لفوق. هسه البامبينير فروم بلكسس هي عبارة عن فين، هي عبارة عن تستاكلر فين. بس نتذكر لو أخذنا بالهستو مع دكتور زغول لما قلنا إيش، إنه عندك فين وآرتري، الآرتري الدم اللي جاي من إيش، من جاي الجاي من الهارت وراح عند عضو، والفين الدم اللي طالع من العضو رايح وين، على هذا على الهارت صح؟ تمام. لا كأني هبدت أو خلص مش مهم، مش بديش أكون هبدت بس مخي شوي تعبان. المهم الدم التستاكلر فين هو ميزته انه دمه كثير بارد، تمام، والتستاكلر ارتري ميزته انه دمه دافي، تمام. بس لما اخذنا بعد دكتور صغير كان فين لونه ازرق والارتري كان لونه احمر، ازرق يعني كول يعني بارد، فهذا الفين بلف حوالين الارتري، تمام، بلف حواليه عشان يبرد الدم اللي جاي، تمام، يبرد الدم اللي جاي. الفين راح الهارت والارتري، الفين راح الهارت والارتري اللي جاي من الهارت، تمام صح. فالدم اللي جاي بيكون دافي لكن الدم اللي بالفين بيكون بارد، فبلف حوالين الارتري وبخليه بارد عشان تكون المنطقه كلها بارده. فاذا the testicular vein are coiled around the testicular artery and cools the warm blood of artery before reaching testis، تمام، فبيخلي الدم بارد قبل ان يوصل التستس، يعني قبل ما يوصل الدم للتستس بيخليه بارد، تمام. هاي النقطه. النقطه الثانيه اللي هي السبيشيز جلاند اند سويت جلاند واللي اخذناه بلاب الهيستو، تمام، وجود هاي الجلاندز بعدد بكميه هاي الموجوده عند طبقه السكروتم بيساهم انه ينخفض درجه الحراره، في ذا لارج نمبر اون ذا سكروتم هيلب ان ذا لورينج ذا سكروتم تمبرتشر، اوكي. بس هي بالنسبه للكري ماستر مسل وهي عضله مهمه جدا عشان بتسافع، اول شيء هاي العضله بتسافع انها تعمل ديسندنج اوف ذا تيستس، يعني التيستس كان وين؟ منطقه الابدومين وبعدين بروح على منطقه الايش؟ على منطقه السكروتم. فمين بيسام بعض الحكي؟ الكري ماستر طبعا، كري ماستر بيسام بينقل التستس من منطقه ابدومين للسكروتم، اوكي؟ اللي هو ديسندنج اوف تستس. هاي الكري ماستر كان فانكشن في حال كان الوضع هوت كونديشن، كان الجسم ده حامي، فالكري ماستر راح يصير يعني ريلاكس دروبينج ذا تستس فار فروم ذا هيت اوف ذا بودي، يعني الجسم كثير دافي اوكي واحنا بدنا تستس يكون بارد عشان ما عشان يعرف ينتج سبيرم، فهاي كري ماستر مصر بتاخذ هاي التستس توديها بعيد جدا على الجسم، اوكي عشان ما يتاثر بالحراره during hot condition، واهم نقطه تعرف ان هي ريلاكس وليس كونتراكت. في حال during the cold season واللي هي العكس تماما حيصير كونتراكت ويجيب التستس قريب على ايش منطقه الابدومن وهيك عشان يكون ايش بارد reaching the scrotum and bringing the testis near the body near the body، اوكي فده ثلاث عوامل بيساهم انه يحافظ على درجه حراره التستس تحت النورمال بادي تحت البادي تمبرتشر باربع درجات: الكري ماستر، السبيشيز سويت جلاند، البامبر فلكس ايش بلكسس ويتش از التستاكلر فين. اوكي الكريبتو كايديزم او كوردازم او كويدوزم مش عارف كيف تهجيتها، يعني كريبتو كايدي انا بحكيها كريبتو كايديزم انا تهجيتها من شكل ما علينا.
هسه هاي هاي الفكره، هاي النقطه، هاي المعلومه، هاي الكلمه يعني معناها انه لا سمح الله، سمح الله بعيد الشر، يعني معناها فشل جنسي او عقم، عقم تمام. فلو معناها هاي انه التستس مش بتكون منطقه الابدومن وبتنزل على الايش الانجوينال، كريبتوكاريدزم هي عباره عن فشل في انزال التستس من منطقه الابدومن لا الانجوا لا الايش للسكروتم، اذا كونديشن ويتش تستس فيل تو ديسند انتو ذا سكروتم، تو ذا سكروتم، ففشل انه ينزل التستس من الايش ابدومن تو ذا سكروتم تمام. فهون ايش بكون عقيم. وهي الحاله وهي الكلمه يعني لها حاله وضعين، حالتين، يا يونيلاترال يا بايلاترال. يوني يعني واحد وباي يعني اثنين، ومن اسمه مش احنا عندنا مش فيه تو تستس اوكي الليفت والرايت. يونيلاترال انه واحد من اصل الاثنين ما بينزل، لك واحد ما بينزل والثاني بينزل عادي وبيعمل فانكشن تبعه تمام. نسبه انه يكون عقيم ماشي، ممكن يكون عقيم ممكن يكون لا. وايش فهنا the animal may be fertile، ممكن هاي يكون عقيم. الحالة الثانية bilateral which is الاثنين مع بعض ما بينزلوا، هون 100% الحيوان عقيم مستحيل ايش يخلف تمام. فonly one testis is retained inside the abdomen and fails to perform its function while other testis ماله normal. The animal may be fertile. Bilateral cryptocoidism هاي او cordism مش عارف شو مالها الكلمة، both testes fail to descend and are retained in abdomen. كلام بيفشلوا بضلهم في الابدومن. The animals are always infertile in this case. دائما عقيم، مستحيل يخلف لو شو ما صار. تمام؟ بس نقطة بسيطة هيك اوضح لكم اياها، انه في حال في الوضعية هاي اللايدك سيل اللي هو interstitial cells تمام ما بتتأثر، بكون وضعها تمام. لكن الباقي بكون ايش؟ وضعه مش تمام. بس معلومة لكم واللي هي اصلا مش مهمة يعني، مش راح يجي عنها سؤال. نيجي هسه على regulation of male reproduction، وهذا كثير مهم، تنظيم الهرمونات. هسه بنتذكر لما اخذنا بالاندوكراين، ايش اخذنا بالاندوكراين؟ الهايبوثالاموس والانتيبوتيتو جلاند، وحكينا انه من الهرمونات اللي بفرزها الهايبوثالاموس الجي ان ار اتش جونادوتروبين ريليسنج هرمون، وهذا بروح على الانتيبوتيتو جلاند بحفز افراز الاف اس اتش والال اتش. وباي ذا واي هذول الاف اس اتش والال اتش موجود في الميل والفيميل، يا بالميل والفيميل تمام؟ بحفز افراز اف اس اتش، اف اس اتش اند ال اتش تمام. هسه الاف اس اتش والال اتش طالع من انتي بوتيتري جلاند ريليسد، وهذا الجي ان ار اتش طالع من الهايبوثالاموس اوكي. هسه الاف اس اتش والال اتش وين بروحوا؟ الال اتش مبدئيا بتروح على اللايدك سيل، وعشان سهل عليك بنحفظ ال اتش ال 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 اتش واللايدك سيل ال ال، حرف ال مرتبطين مع بعض. والاف اس اتش تروح مين؟ على السرتوريا سيل اللي وين موجود جوات السمرفس تبيوز وهي برا تمام. طيب بس ال اتش بتروح على اللايدك سيلز، بس اتاكد ان ماشي صح تمام. ال اتش بروح على اللايدك سيلز وبحفز اللايدك سيلز يعطيني هرمون تستاستيرون، فبينتج له هرمون تستاستيرون وبكون امور تمام. هسا هذا التستاستيرون بقسم يعني مصيره بقسم الى اثنين، نصه راح يروح على الجسم، يروح على الجسم نصه راح يروح عفوا على البلد تمام. نص راح يروح على البلد عشان يعمل سبورتنج للايش للجسم، يعمل له دعم، وفي نفس الوقت يحافظ ايش يدعم ايش الجسم and male sexual characters، وكمان يدعم الصفات الجنسيه الذكريه. فاذا نص بروح على البلد تمام to body for secondary effects، الاثار الثانويه such as انه يعمل سبورتنج للجسم، بالاضافه يحفز العوامل ايش الخصائص الجنسيه للذكر. النص الثاني وين بروح؟ بروح على السرتوريال سيلز نفسها تمام. ليش؟ لانه حكينا انه المسؤول عن انتاج السبرم هو التستوستيرون صح. هسه عشان ينتج سبرم لازم يروح على السرتوريال سيلز سمرفس تبيوز، وبهي المنطقه راح يعمل انتاج السبرم اوكي. اذا النص بروح على الدم عشان يدعم الجسم، والنص الثاني بروح على السمرفس تبيوز عشان يعمل يساهم في انتاج السبرم اوكي. هاي نقطه خلصنا كل الاتش. نيجي هسه على الاف اس اتش، شو بيعمل؟ الاف اس اتش بروح على السرتوريال سيلز وبحفز يعطيني كم برودكت، منهم الاندروجين بايندينج بروتين، اندروجين بايندينج بروتين، وبالاضافه لانهبن. طبعا الانهبن لما وين ما تسمع كلمه انهبن اعرف انه مثبط، فراح يثبط الاف اس اتش، راح احكيها بس شوي. هسه ايش بيعطيني؟ اهم شيء الاندروجين بايندينج بروتين.
هذا الاندروجين بايندينج بروتين راح يعمل ايش؟ راح يرتبط مع التستوستيرون اللي اجت من الايش البايندينج سيل ودخلت هنا، راح يرتبط معه. طب ليش راح يرتبط معه؟ عشان يحافظ على كميه التستوستيرون بمنطقه السمر في السبيول بشكل عالي. يعني التستوستيرون اجى لهون ومعه كميه عاليه، بكميه عاليه، تمام؟ بيجي الاندروجين بيرتبط معه بيقول له ايه عمي التستوستيرون انت وجماعتك كلهم ولا فيش تتحركوا ولا اي مكان، انتوا ضيوف عندي، اهلا وسهلا، راح اضلكم موجودين وتعملوا واجبكم والزياده، اوكي؟ ولا حد راح يروح مكان، فهو بحافظ على كميه التستوستيرون بهي المنطقه بشكل كبير، لانه عمليه سبرماتوجينيسيس متعلقه بوجود تستوستيرون بكميه كبيره، تمام؟ اذا the other testosterone will diffuse into the seminal vestibules to support the process of spermatogenesis and androgen body protein will bind to the testosterone اللي جوا التيوب طبعا عشان يحافظ على ايش concentration of the testosterone بشكل عالي جدا، لانه وجود تستوستيرون كميه عاليه جوا الانبوب اللي جوا هاي المنطقه يعني راح يحفز عمليه انتاج السبرم، اوكي؟ تمام. بعد هيك نيجي نحكي زي باقي الهرمونات لازم يكون له نيجاتيف فيدباك عشان نحافظ على النورمال كونسنتريشن. فالتستوستيرون له نيجاتيف فيدباك وين؟ على ال اتش والجوناد جي ال ار اتش عشان يحافظ على النورمال رينج. والستروسيس برضه له تاثير على الاف اس اتش بشكل نيجاتيف، لكن عن طريق الانهبن، عن طريق الايش؟ الانهبن. فبيعطيني انهبن ومرتبط هذا الحكي، تمام؟ نيجي لهذا الحكي بس، يعني هذا يعني فيش شيء جديد، هذا موجود بالاندوكراين بس. المعلومة انه جي ال ار اتش جونادوتروبين ريليز هرمون برودوس باي ذا هايبوثالامس بحفز انتاج الاف اس اتش اللي هو الايش فلوكريستاميتيك هرمون، اند ال اتش هو ليتونيزنج هرمون. الليتونيزنج هرمون هو عبارة برودوس باي ذا بيتيتري جلاند كوز ذا سينثيز اوف ذا سينثيز اند سكريشن اوف تستوستيرون فروم لايدنج سيلز زي ما اتفقنا. الاف اس اتش برودوس باي ذا بيتيتري جلاند اجين سيميلي ذا برودكشن اوف اندروجين بايندينج بروتين فروم ذا سيرتوري سيلز اند فروم هاي النقطة نسيت احكيها صح، وبسبب انه يكون البلد تستس بارير الحاجز الدموي تبع ايش؟ التستس، اوكي؟ اذا الاف اس اتش بيعطيني ثلاث مركبات اي بي بي انهبن بلد تستس بارير، تمام؟ اوكي. طب ايش الفانكشن لهدول الحكي؟ احنا حكينا اللايدنج سيل شو بيعطيك؟ سرتوريسز عفوا يا رب هبدت، اللايدنج سيل بيعطيك ايش؟ تستوستيرون، والسرتوريسز شو بيعطيك؟ الدعم والتغذيه والحمايه للسبرم، تمام؟ اللايدنج سيل بروديوس تستوستيرون، فانكشن اوف تستوستيرون شو حكينا؟ سبرماتوجينيسيس ستيميت جروث اند ديفلوبمنت اوف سكندري سكس اورجان، اذا مش بس بحفظ ظهور اعضاء ثانويه كمان المشاعر الثانويه الثانيه، تمام؟ الخصائص تبع الجنسيه تبعت الميل، اوكي؟ زي بروستاتيك جلاند بالبوريثر جلاند. هسا البالبوريثر جلاند مش موجوده بكل الحيوانات، فقط موجوده بالثور وبالحصان، تمام؟ بتذكر موجود بس بالثور والحصان، الثور والحصان اكيد مش متذكر موجود بحيوان ثاني. اما بروستاتيك جلاند هو بشكل عام بروستاتيك جلاند موجوده بكل الكائنات، تمام؟ استيميليت ماسكولايزيشن كاركتر اوف ميل، ماسكولايزيشن اللي هو انه الذكوره يعني الاحساس بالذكور، تمام؟ ماسكولايزيشن كاركتر اوف ميل فده بيحفز سكندري سكس اورجان اند ماسكولايزيشن كاركتر اوف ميل انهانس لايبو ويتش از ايش؟ الرغبه الجنسيه، تمام؟ ناو سرتوريال سيلز، ايش السرتوريال سيلز تعمل؟ سرتوريال سيلز سيدي العزيز اللي هي نيورش ديفلوبمنت سبيرمز ديورنج سبرماتوجينيسيس زي ما حكينا بيغذي السبيرم الناضج، وحكينا سرتوريال سيلز ما راح يعمل على انتاج سبيرم هو بس بيدعمه ديورنج سبرماتوجينيسيس. فاجوسايتوز اوف ديفكتيف سبيرمز وهي مهمه جدا، اي سبيرم فيه خلل بيبلعه. بروفايد ذا بلاد تست سبيرم اتفقنا عليها، تمام؟ سكريشن حكينا بيعطيك الانهبن اندجين بايدنج بروتين موليريان انهبيتك هرمون اللي هو اول شيء اخذناه انتي موليريان انهبيتك سبستانس واللومينال فلويد تمام؟ اوكي. ناو بدنا نيجي نحكي هسه عن عمليه استاج السبيرم. سبرماتوجينيسيس تعريفها للمره المليون مش للمره الثالثه المره المليون is the production of spermatozoa which occurs in the sartorial cells of the seminal vestibule. هي صعيب تصير في السرتوريال سيلز، عملية انتاج بتصير في السرتوريال سيلز، لكن السرتوريال سيلز مرة ثانية ما لها علاقة في انتاج السبرم، هي فقط بتدعمها، اوكي؟ بتدعمها بتغذيها، لكن ما بتساهم في انها تنتج، تمام؟ بس هي بتصير منطقة السرتوريال سيلز. سبرماتوجونيا اللي هو البريمورديال جيرم سيلز، مش حكينا بالاول ستايل بريمورديال جيرم سيلز يكون سبرماتوجونيا في حالة الميل. سبرماتوجونيا ايش بتصير؟ هاي سبرماتوجونيا.
تتعرض ايش؟ عندك عمليه الميتوسيس والميوسيس 1 ميوسيس 2 تمام. نتذكر الامبريو سبرماتوجون هاي راح تتعرض لعمليه الميتوسيس وتعطيك برايمري سبرماتوسايت. البرايمري سبرماتوسايت بتضل ايش؟ ديبلويد. هذا ديبلويد وهذا ديبلويد تمام. بعدين هذا البرايمري سبرماتوسايت راح يتعرض ايش؟ لا ميوسيس نمبر 1. ميوسيس نمبر 1 عدد الكروموسومات راح يقل له، راح يصير من ديبلويد لهابلويد، يعطيك اثنين سكندري اوس سبرماتوسايت عفوا، فيكون ايش؟ هابلويد هابلويد. وبعدين راح تتعرض لميوسيس نمبر 2 وهذول الاثنين راح يصيروا اربعه هابلويد تمام؟ يصيروا ايش؟ سبرماتيد، هذول سبرماتيد. 4 اذا ميزه ايش؟ السبرماتوجينيسيس الناتج الاخير تقريبا يعطيك اربعه سبرماتيد تمام؟ بعد هيك السبرماتيد هاي راح تتعرض الى بعض العمليات ايش؟ وتصير ماتشور، تصير سبرماتوزوا اللي هي سبرميوجينيسيس اوكي؟ فعملية تحول سبرماتيد السبرماتوزوا اسمها سبرميوجينيسيس ديفرنشيشن سبرماتيد انتو ماتشور سبرماتوزوا. كيف؟ انه يعملها يكون الاكروزوم اللي فيها الانزيم يعني ايش؟ فورميشن فلاجيلم الديل، هذا الفلاجيلم عشان الموتايل الحركه تمام؟ كوندنسيشن اند الونجيشن اوف ذا نيوكليس، يعمل كوندنسيشن وايش؟ يعمل الونجيشن اوف ذا نيوكليس تمام؟ طبعا الحكي كله اللي حكيته هسه موجود بهذا الشرح اوكي. اهم شيء تعرفه انه الناتج بالاخر ميوسيس 2 يعطيك 4 ايكوال سايز سبرماتيد، اربع سبرماتيد متساويين بالحجم تمام، ومتساويين بالماده الجينيه تمام. سبرماتيد من جريت تاور ذا لومن سنتر اوبننج، عشان ايش؟ اللومن عشان يعملوا ايش؟ ماتشوريشن تمام. في نقطه مهمه جدا انه الميتوسيس او عفوا الميوسيس 1 بتعمل ريدكشن ان ذا نمبر اوف كروموسوم، لكن ميوسيس نمبر 2 ما بتعمل ريدكشن ان ذا نمبر اوف كروموسوم. يعني هو كان ديبلويد، لما عمل ميوسيس نمبر 1 صار هابلويد، طب كمان عمل ميوسيس 2 هابلويد هابلويد ما تغيرش شيء. فاذا ميوسيس نمبر 1 هي المسؤوله بشكل رئيسي انها تعمل ايش؟ ريدكشن اوف ذا نمبر اوف ذا كروموسوم، لكن ميوسيس نمبر 2 ما بتعمل هيك. هاي نقطه. النقطه الثانيه بدي اياك تنتبه من كلمتين مهمه جدا، بدي اياك تنتبه تميز ما بين كلمه سبرماتوجينيسيس والسبيرميو جينيسيس. الكلمتين زي بعض تقريبا، طلعي اسمها سبرماتو جينيسيس يعني انتاج سبرم، هذا اسمه سبيرميو ميو جينيسيس. رجاء انتبهوا ما بين هدول الكلمتين لانهم بخربطوا، انا تخربطت فيهم كثير فعشان كتبته مع الدفتر عشان اركز ما بينهم، عشان وبحكي لكم معلومه عشان ما تتخربطوا تمام. اوكي نحكي على الابديدماس اللي هو هون المكان اللي حيتم فيه تخزين الايش؟ السبيرم. بس هون مجرد قراءه في شيء جديد. الابديدماس عباره عن convoluted tubule arise from the testis. هاي الابديدماس عباره عن convoluted طالع من testis. شو بيعمل؟ بيعمل على تخزين سبيرم، ترانسبورت سبيرم، بخزن سبيرم، بيزود للتغذيه سبيرم سيل، بيخلي سبيرم عنده القدره انه يتحرك، get mature تمام، phagocytosis of dead sperms. اقول لك الابديدماس بيعمل كل شيء خاص بالسبيرم، كل شيء خاص في السبيرم بيعمله خلص عشان رايح عليك بالحفظ، بينقله بغذيه بحافظ عليه، بيهضم الخلل اللي عنده خلل، بخليه يتحرك كل شيء. وبعدين ايش بيجي من الابديدماس لوين؟ للفازا ديفرنسز اللي هو داكتس ديفرنسز، وهي عباره عن ماسكولار داكت بيعمل نقل السبيرم من هنا لعند الايش؟ اليوريثرا. ايه ماسكولار تيوب كونكتنج ذا تيل ذا ابديدماس تو ذا يوريثرا، بيشبك الابديدماس مع اليوريثرا، وحكيناها ببدايه السلايد تقريبا. اوكي؟ اخر سلايد له علاقه بالميل سيستم اللي هو ايش؟ الايريكيشن. شو هو الايريكيشن؟ الايريكيشن بالعربي معناته الانتصاب. طب شو يعني انتصاب؟ اللي هو تضخم العضو تمام؟ معناته the enlargement of the penis that prepare for breeding. prepares بحضر حاله عشان يعمل تزق بريدنج، اوكي؟ طيب هسا بدنا نحكي يعني ايش العوامل اللي بتخلي هذا البينس يتضخم؟ مبدئيا الدم، الدم بشكل اساسي. الخص لكم هاي الثلاث معلومات بنقطة واحدة فقط، اللي هي مكتوبة قدامك على فكرة. كمية الدم اللي داخلة أكثر من كمية الدم اللي طالعة. هيك احفظ. كمية الدم اللي داخلة أكثر من كمية الدم اللي طالعة. اللي داخل شو اسمه؟ artery، واللي طالع شو اسمه؟ vein. فالارتري راح يصير له dilation يعني يتوسع عشان يسمح بدخول كمية عالية من الدم إلى العضو. والفين راح يصير كومبريزيشن يعني يتسكر يضيق كثير، زي كيف الفازو كونستراكشن وفازو دايليشن، فازو دايليشن يتوسع الدم والفازو كونستراكشن يتضيق. هون راح يصير له كومبريزيشن اوف فينز عشان الدم اللي حامله اوي بعيد عن البينس يتقيل باي كونتراكشن اوف ايش؟ العضله هاي ايش؟ كافينورا اللي هي هاي العضله تمام. النهايه المحصله النت افكت از ذات مور بلاد انترز ذا بينس ذان ليفيتد.
الكمية اللي داخلة أكثر من طالعة. وبهذا السبب الإيش العضو بيصير إيش يتضخم. تمام؟ طيب. الإيجكشن إيش هو الإيجكشن؟ اللي هي عملية إخراج إيش؟ السبام. Is the reflux of semen ejection from the penis. تمام؟ اللي هي عملية منعكسة. أوكي. Closure of the muscle sphincter around the neck of the urine bladder to prevent the movement of semen into the bladder. Prevent the contraction of the urethra that pump the semen out into the female reproductive tract. أوكي. هسا احنا حكينا السيمن او السبيرم يعني بيطلع من وين؟ من يوريثرا صح؟ وحكينا يوريثرا هو الجزء نفسه جزء بيسمى انه ينتقل اليورين. هسا في حال لما يجي الحيوان يطلع هذا السبيرم لازم يصير شغله معينه. بيعمل شغله معينه مهمه جدا اللي هو انه منطقه البليدر او الباب الموجود على البليدر، بتذكر البليدر فيه له سفنكتر بوابه صح؟ على النك. هذا الباب لازم يتسكر. ليه؟ عشان السبيرم لما يطلع على طريق اليوريثرا ما يختلط مع البليدر ويروح عند اليورين. فلازم هاي القناه تتسكر تماما عشان ما يصير خلط. فالماسكر سفنت اراوند ذا نيك اوف ذا يورين بليدر لازم ايش؟ كلوجر، لازم تتسكر تو بريفنت عشان يمنع اي حركه من السيمن للبليدر. هاي نقطه. النقطه الثانيه عمليه ايش؟ الاكجكشن هاي طبعا عمليه انقباضيه ارهات من كونتراكشن اوف ذا يوريثرا، يعني بيصير في انقباضات في اليوريثرا وعشان يعمل ايش؟ ejection that bump the semen out into the female reproductive tract. Okay؟ تمام. احنا خلصنا ايش؟ الميل سيستم. نيجي هسه نحكي على الفيميل سيستم وهو يعني اطول شوي. مبدئيا ايش عندك؟ الاناتومي الستركشر تبع التركيبه الاناتوميه تبعته. نعرف الاوفري اوفيدكت اليوترين هون والبادي والبلاي وهي طبعا ايش؟ البليدر، البادي، السيرفكس، الفيجينال الى ما اخره، اوكي؟ تتذكر الاوفري، هاي الاوفري شو الفانكشن تبعتها؟ ينتج لي الاوسايت الاوفا يعني والسكس هرمون اللي هو الاستروجين والبروجسترون. تمام؟ فهو بينتج الاستروجين والبروجسترون الاوفري وكمان بيعطيك الاوسايت اللي هو الاوفا. وبعدين يجي الاوفيدكت. ايش الاوفيدكت بيعمل؟ الاوفيدكت هو اللي بيعمل على نقل الاوسايت من الاوفري لليوترين هون، وفي نفس الوقت هو المسؤول انه يعمل عمليه الفيرتلايزيشن، يعني عمليه الايش؟ تخصيب. فعملية الفيرتلايزيشن بتصير في الاوفيدكت او الفالوبيان تيوب او اليوتراين تيوب خلينا نحكي. تمام؟ وبالتحديد بتصير في البدايه، في بدايه الاوفيدكت هي عمليه التزاوج. فهي بتصير ايش؟ تزاوج ما بين سبيرم اند سكندري اوسايت، بتزاوجوا بتصير زايجوت وبعدين يتعرض للكليفج اللي اخذناه بالامبريون، يكون 2 ل 4 8 16 32 خليه اللي هي المورلا، وبعدين البلاستيوليشن، بعدين امبلانتيشن الى ما اخره. فالاوفيدكت جايد ايش اوفر فروم ذا اوفر تو ذا يوترس سيرف ذا يوجوال سايت اوف فيرتلايزيشن. اتفقنا. اليوترس نفسه وهو المكان اللي راح يتم فيه عمليه الامبلانتيشن اللي هي الايش؟ زراعه الزايجوت في بطانه الرحم. It is the site of fertilized ova implantation. والسيرفكس هي باختصار عباره عن قناه. تمام؟ ايش؟ قناه. مش احنا لما شفنا الفيديو تبع عمليه التزاوج ماده الامبريو اخر فيديو باخر سلايد لما كان سبيرم يدخل كان بيدخل ايش هيك وبعدين ايش؟ بيعبر السيرفكس عباره عن ماسكولار ايش؟ الدكت صح؟ ايش بيعبرها وبعدين بيمشي على اليوترين هون لحد ما يوصل ايش الاوفيدكت. فالسيرفكس عباره عن قناه عباره عن ماسكولار باب ذات سيز اوف ذا يوترس فروم ذا اوت سايد. سيز اوف يعني يغلق، فبيغلق القناه من الخارج. تمام؟ يعني السبيرم عشان يوصل لهي المنطقه لازم وحتما يعبر السيرفكس، والسيرفكس مهمه جدا في عمليه الحمل. اوكي؟ مهمه جدا بالذات للحيوان الحامل عفوا، بالذات للحيوان الحامل. تمام؟ طيب. اوكي، هذا سلايد مهم جدا. فيش عليه حكي لكن مهم جدا، اخذناه برضه بالفيديو. هسا هون عمليه الميتوسيس والميوسيس والميوسيس 1 و2 بتختلف عن الميل شوي معقد، مش معقد يعني شوي فيها بعض النقاط اللي نحكي عنها. هسا احنا بنعرف في لها ميتوسيس وميوسيس 1 وميوسيس 2. تمام؟ ونفس الشيء ميتوسيس بضل رقم كروموسوم زي ما هو، ميوسيس 1 بيخفض العدد، وميوسيس 2 نفس الفكره. هسا ايش ببلش؟ هون هناك بالميل شو كان اسمه؟ بالميل شو كان اسمه؟ سبرماتوغونيا. هون ايش يكون اسمه؟ اوغونيا او برمالجمسيس. فايش؟ الاوغون تتعرض لميتوسيس ايش؟ وتتحول من اوغونيا لبرايمر اوسايت بيضل ديبلويد. تمام؟ وبعد هيك ايش؟ هون ايش عندك؟ برينيتال اند افتر بريبرتي. برينيتال يعني قبل الولاده، هاي العمليه قبل الولاده. هسا هون ايش؟ البرايمر ايش؟ بتشكل برايمر اوسايت، هذا قبل الولاده. هسا بدنا نيجي نعمل مايوسيس نمبر 1. تمام؟ هون عمليه المايوسيس تقريبا شبه هي بلشت. او خليني احكي هاي النقطه،
إن عملية الميتوسيس بتبلش قبل الولادة وبتنتهي قبل الولادة. عملية الميوسيس بتبلش قبل الولادة بتنتهي بعد الولادة. تمام؟ فده هون الميوسيس بلشت. مش هي مش بالفيديو بتحكيك البنت كانت تشرح بتحكيك ميوسيس may begin but it is not it's not completed. تمام؟ هون ايش ميوسيس فعلا بلشت لكن ما راح تنتهي. لسه لما تنتهي لازم يكون بعد الولادة. اوكي. هسه ايش الفكرة هون؟ ليش ما بتنتهي؟ الفكرة انه هون راح يتعرض لمرحلة اسمها لايش اسمه nuclear arrest او diastasis stage meiosis inhibiting factor. شو يعني هذا الاشي؟ معناه انه الميوسيس نفسها ما راح تصير وفي عوامل مثبطة في inhibiting factor بتثبط الميوسيس نمبر 1 هتصير وبيضلها مثبطة وبيضلها موجودة لحد متى؟ لحد ما نوصل للبيبرتي، لحد ما الفيميل تصير بيبرتي تصير بالغة، يعني هي بعد الولادة. اوكي، وشو يعني بيبرتي؟ يعني اوفيوليشن. اوكي، البيبرتي هي نفس الاوفيوليشن، هاي مربع حطها مربع عندك البيبرتي، لما تصير بيبرتي بتصير اوفيوليشن. اوكي، لما نوصل بيبرتي اللي هي الاوفيوليشن ساعتها هاي العوامل المثبطه اللي هي انهبيتنج فاكتور بيتم ازالتها من قبل مين؟ من قبل ال اتش ستورج. فال اتش ستورج بيتحفز بيشتغل من قبل اوفيوليشن، اوفيوليشن بحفز يعطيك ال اتش هذا، او العفو العكس، يعني ال اتش يعني ال اتش بيظهر وبيشيل عوامل المثبطه هاي، وبالتالي بتصير مايوسيس نمبر 1 بيعطيك من برايمري اوسايت لسكندري اوسايت. مره ثانيه، مايوسيس نمبر 1 بتبلش لكن ما بتنتهي قبل الولاده، فبتعرض لشيء اسمه نيوكلير ارست او دايستاتا ستيج مايوسيس انهبيتنج فاكتور. تمام؟ ايش طب متى راح تعمل متى راح تعمل مايوسيس نمبر 1؟ لما توصل البيبرتي، افتر بيبرتي مثلا، او الاوفيوليشن، هي نفسها البيبرتي اوفيوليشن. اوكي؟ ساعتها ال اتش سيرج راح يتحفز ويطلع ويشيل هاي العوامل المثبطه وتصير سكندري اوسايت. تمام؟ صارت سكندري اوسايت، ضل ايش عندنا اخر شيء؟ المايوسيس نمبر 2. هسا المايوسيس نمبر 2 ممكن تصير وممكن لا، بناء على شو؟ في حال صار فيرتلايزيشن راح يصير راح تصير المايوسيس نمبر 2. تمام؟ لما اعطاني سكندري اوسايت نسيت احكي يعطيني ايش؟ فيرست بولر بادي، بس ما بيهمناش، هذا فيرست بولر بادي بس ما بيهمنا. اوكي؟ اذا صار فيرتلايزيشن راح يعمل مايوسيس نمبر 2. وإذا ما صار لعد هاي السكندري اوسايت راح تضلها كاملة دورتها وبعدين بالآخر تموت أو تختفي وما راح تصير تزاوج. أوكي؟ فإذا صار سكندري اوسايت مستني السبيرم يجي عليها ويعمل إيش؟ الفيرتلايزيشن التزاوج يعطيه الزايجوت وراح يصير إيش؟ الميوسيس نمبر 2 يعطيك إيش؟ سكندري بولر بادي وهي الميل وهي الفيميل. أوكي؟ فإذا زي ما حكينا النيوكلير ستيج هي نفسها داي ستيت ستيج مايوسيس انهبيتنج فاكتور، يعني عملية المايوسيس نمبر 1 بدها توقف شوي بعدين تكمل. أوكي؟ وطبعا حاطة حكي ما بصير لما توصل للبلوغ بعدين كل هذا الشيء بصير. أوكي. أوه هذا سلايد. هذا سلايد الصراحة يعني بالبداية تعبني مش عارف ليش يعني، بس بعديك لما كبرت الجي وروقت الدي فهمته. فيعني يا ريت انتم كمان تكبروا الجي وتروقوا الدي عشان تفهموا هذا السلايد، كثير سهل هو. انا مبدئيا راح احكي هذا الحكي هيك قراءه وبعدين اطبق وبعدين راح اشرح هذا الرسم بشكل افضل. الفليكلوجينيسيس، شو يعني فليكلوجينيسيس؟ من اسمها جينيسيس يعني انتاج، هو فليكلو لو فليكلر، فهي عمليه انتاج الفليكل البريمورد فليكل از ذا بروجريشن اوف ذا نمبر بريمورد فليكل انتو بري اوفرتي ويتش اوكيرز ديورينج ذا ريبرودكتيف سيستم، يعني هي عمليه زياده عدد ايش بريمورد فليكل. واضح حكي بصير طبعا قبل الاوفيوليشن which occur during the reproductive cycle، بتصير خلال الريبرودكتيف سايكل. اوكي، وبعدين بصير ايش اسمه ريكروتمنت، هاي الكلمه معناتها تجنيد. تمام، معناته انا هاي البريمورد فوليكل راح اخذها وراح احولها الى برايمري فوليكل، البريمورد فوليكل ديفلوب تو برايمري فوليكل اجين. هذا العمليه وهي النقطه وهي النقطه بتصير قبل الولاده. اوكي، فالبريمورد فوليكل ديفلوب تو ذيس ستيج بيفور بيرث. اوكي، بعدين عندك ايش؟ ايش اسمه growth follicle stimulated by FSH والovulation induced by LH. هسا عندك هون تتذكر ما اخذنا ايش الخلايا بالاندوكراين، في عندك granulosa cells and theca cells، والgranulosa cells تتاثر بفعل ال FSH والtheca cells تتاثر بفعل ال LH. هسا هذا ال FSH بيعمل ايش؟ بانه طبقات الgranulosa cells راح تزداد، ايش؟ cells of recurrent follicle start multiplication تضاعف and form multiple layers of granules which produce estrogen that prepare animal for breeding and pregnancy. يعني ال FSH بحفزني انه يزيد طبقات الايش؟ الgranulosa layer هاي بتضل تزداد، كانت ايش خفيفه بعدين تزداد. اوكي،
وهذا الحكي راح يحفز ينتج لهرمون الاستروجين اللي راح يحضر الحيوان فور بريدنج اند بريجننسي. تمام؟ يعني اذا ما فهمت هذا الحكي انا راح احكي راح اشرح مره ثانيه بالرسمه وراح تفهموه 100% انا متاكد. تمام؟ بس مشوا معي لحد ما اخلص الحكي بعدين اقراه. بعدين بيجي الاوفيوليشن اللي هي ايش الاوفيوليشن؟ معناتها رابتشر اوف ماتشور فوليكل اند ريليس اوف ذا اوفر. شايف هون صار في تمزق وتحرر ماتشور فوليكل. هاي الاوفيوليشن. ولما تصير اوفيوليشن ايش؟ هاي اندوس باي الاتش. تمام؟ يعني مرتبطه بالالاتش. اخر شيء كاربسوتوم فورميشن هو هاي النقطه الدائره هاي المركب الاصفر كاربسوتوم اللي هو جرانوسز اند تي كاسل بيكم ليتل سيلز اللي هو كاربسوتوم اند شيفت فروم استروجين تو بروجستيرون يتحول يزيد كميه يحول استروجين بروجستيرون. طيب هسه انا بدي ابلش الشرح الجد. اوكي تيجي لشرح الرسمه. بالبدايه هاي منطقه الكورتكس وهي منطقه الميدولا. اوكي بس ما يهمناش. هسه احنا بالبدايه راح يبلش معنا ايش بريمورديال فوليكل. مش حكينا من البدايه فوليكلوجينس بتزداد بريمورديال فوليكل. اوكي هاي بريمورديال فوليكل نبلش بريمورديال فوليكل. هاي البريمورديال فوليكل راح تتعرض لعمليه ريكروتمنت وتتحول لبرايمري فوليكل. برايمري فوليكل بدي ازود بدي اكبر ايش الشاشه عشان ايش يكون اوضح. اوكي هيك واضح صح؟ تمام. هاي بريمورديال فوليكل تمام راح تصير برايمري فوليكل. هسه لاحظ هون بينما هاي البرايمري فوليكل قاعد تتطور هاي الاوسايت اللي قاعد تتطور تصير سكندري وتصير سكندري وبعدين تصير تيرشري بعدين تصير انترال فوليكل. ايش بتلاحظ؟ بتلاحظ انه اللون الزهري هذا الطبقه الزهريه بيضلوا يزداد في العدد صح؟ كانت هون طبقه واحده هون الطبقة هون تقريبا ثلاثه هون خمسه سته وهون صارت اكبر واكبر وفي تيكا تيكا انترنا تيكا سنة. هذا ايش سببه؟ هذا بسبب هرمون الاف اس اتش اللي هو تعريفه كالتالي اللي هو ايش؟ اللي هو ايش؟ الجروث فوليكل اللي هو المالتيبيكيشن اوف جرانوز لاين. فالطبقات قاعده تتضاعف اكثر واكثر وبيكون لي ايش بيعمل لي مضاعفات لايش لللايرز اوف جرانولوزا من قبل هرمون مين اف اس اتش. ولما يتضاعف هذا الطبق ويصير اكبر طلع كيف فراح يحفز لي انتاج الاستروجين. الاستروجين راح يتحفز وينتج عشان حد الميل في الانيمال عفوا الانيمال فور بريدنج اند بريجننسي. تمام صار برايمري بعدين سكندري بعدين تيرشري او خلينا نحكي ديفلمينج انترا فوليكل بعدين انترا دومينانت فوليكل او الاسم البديل اللي هو الافضل بنسميه فولي ماتشور فوليكل او ديجريد فوليكل الى ثلاث اسماء. هذا اسمه انترا دومينانت فوليكل او فولي ماتشور فولي ماتشور فوليكل او ديجريد فوليكل. تمام هسه انا كيف بدي اميز ما بين هذا المركب وهذا المركب؟ سهل جدا. لاحظ هذا الفراغ الابيض قديش ولاحظ هنا قديش حجمه قاعد بيزداد صح؟ هاي الشغله. شغله ثانيه لاحظ انه هاي الاوسايت هاي اللي فيها الزون بالاستدا بالبدايه بتكون في السنترال وبعد هيك لما تتطور اكثر بتيجي وين على بتروح على منطقه البريفري بتروح على الطرف. ليش؟ عشان اوفيليشن وراح اشرح على السبب هون اوفيليشن. فهي بالبدايه بتكون في النص بعدين ايش على البريفري والايش بيكون هنا فاضي وبعدين هنا بيزداد. اوكي تمام. فبرايمري سكندري حكينا برايمري سكندري تيرشري بعدين فولي ماتشور. اوكي طبعا بتلاحظ ايش انت عندك هون بعض المركب الاخير البيز ميمبرين هذا لون ازرق طبعا جرانولز لاير ثيك انترنال وثيك اكسترنال بس مش مهم يعني هذا حكي. تمام اوكي هسه نسيت احكي شغله انه هاي الدوره كلها بتقسم الى مرحلتين مرحله اسمها فوليكولر فيس ومرحله ثانيه اسمها ليوتيل فيس. اوكي هسه اللي حكيته من هون لحد هون كل هذا كان عباره عن فوليكولر فيز اللي هي انتاج الفوليكل وبعدين كان يعطيه بريمورد وبعدين برايم سكند وهون اخر شيء هذا فوليكولر فيز. اوكي وبتميز هاي المرحله بوجود كميه عاليه من الاستروجين. تمام طيب المرحله الثانيه هي اللوتل فيز اللي هي تكوين الكاربس لوتم باختصار. بتبلش متى؟ بتبلش من نهايه المرحله لحد ما يتكون الكاربس لوتم. هسه ايش هون اللوتل فيز هي نفسها مرحله الاوفيليشن. هون الحيوان راح يصير له اوفيليشن وهو يتمزق الماتشور فوليكل. لاحظ هون ايش صار؟ انه الماتشور شو صار؟ صار تمزق صح؟ لذلك ليش هون الاوست بتيجي على البريفري؟ عشان لما نيجي نمزقها نمزق المنطقه اللي في الطرف وتطلع بسهوله، احنا ما بدنا نمزع المنطقه كلها، احنا بنمزع للطرف وتطلع هاي بسهوله، تمام؟ صار الاوفيوليشن وطلعت ايش؟ الماتشور فوليكل. بعدين ما تبقى من هذا المركب، شايف هذا المركب كله؟ تحول لكاربس لوتم. فايش هو الكاربس لوتم فورميشن اللي هو بواق الجرانيولز اند ثيكا سيل الجرانيولز اند ثيكا سيل بيكم ليوتيال سيلز. تمام بتتحول ليوتيال سيلز اللي هو ايش كاربس لوتم. وعمليه تحول هذا المركب الى كاربس لوتم بنسميها ليوتيلايزيشن. شو اسمها؟ ليوتيلايزيشن. اوكي يس ليوتيلايزيشن.
اوكي وايش صار هنا؟ وهذا بالتالي متكون الكربستوتوم ايش يصير؟ هنا الاستروجين راح يتحول لبروجسترون. فاذا هاي المرحله بتتميز بوجود كميه عاليه من البروجسترون، هاي المرحله. والمرحله القبليه اللي هو فليكلر فيس بتميز بوجود كميه عاليه من الاستروجين. اوكي؟ في كسلها تمام. اوكي. اذا زي ما اتفقنا هاي المرحله فيها كميه عاليه من الاستروجين وهاي المرحله فيها كميه عاليه من البروجسترون، لانه هون الاستروجين راح يتحول لشو؟ بروجسترون. شفت؟ واضح حكي متى بصير؟ بعد الاوفيوليشن. اذا مرحله قبل الاوفيوليشن ومرحله ما بعد الاوفيوليشن، تمام؟ اوكي. هسه نيجي على السلايد اللي بعده. ذاتس اوسم، هذا كثير حلو. اللي هو تنظيم هرمونات برودكشن، كل هذا الحكي. هو زي الميل لكن فرق انه بقسم لقسمين. القسم الاول ايرلي تو ميد والقسم الثاني ليت. وعشان اسهل عليكم ايرلي تو ميد هاي قبل الاوفيوليشن والليت بعد الاوفيوليشن، تمام؟ شو يعني بعد الاوفيوليشن؟ يعني في بروجسترون. قبل الاوفيوليشن ما في بروجسترون، زي ما تلاحظوا في استروجين لكن ما في بروجسترون. هون في استروجين وفي شويه بروجسترون، تمام؟ طيب تعال نشرح الايرلي. نفس الميل هايبوثالامس جي ان ار اتش يروح على الانتيريور يعطيك اف اس اتش والال اتش. وحكينا الاف اس اتش بيشتغل على وين؟ حط النقطه كمان انه الاف اس اتش بيشتغل على الجرانولار سيل والال اتش بيشتغل على الثيكر سيل. واضح حكي حكيته بالاندوكراين على فكره. ده ذكر حكي في الاندوكراين، تمام؟ فالاف اس اتش بيشتغل على الجرانولار سيل والال اتش بيشتغل على الثيكر سيل، تمام؟ هسه هذا الال اتش او الاف اس اتش بيروح على الجرانولار سيل شو بيعطيك؟ الاستروجين زي ما احنا عارفين صح؟ لكن الال اتش شو بيعمل؟ بروح على الثيكر سيل وبيعطيك هرمون الاندروجين. ويت وات؟ اندروجين. طب الاندروجين عباره عن هرمون ذكري، كيف يعطيني اياه؟ يا سيدي الفكره بسيطه جدا، هو بيعطيك اندروجين فعلا، بس هذا الاندروجين راح اروح على الجرانيول سيل ويعمل ايش؟ ديفيوجن، راح ينتشر حواليه، وبيجي هذا الاف اس اتش بيلعب في هذا الاندروجين بيعدله عشان بالاخر يعطيني ايش؟ استروجين. يعطيني شو؟ استروجين، تمام؟ الاستروجين شو هيعمل؟ هيزيد الجرانيول سيلز هاي البوزيتيف، وطبعا له نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش والال اتش والام جي ار ار اتش، تمام؟ في كمان نقطة مهمة انه هذا الاندروجين نفسه ممكن ممكن يكون له نيجاتيف فيدباك بس مش مهم، عشان هيك الدكتور ما حط لها سهم، وهو حكى الدكتور بالشرح انه ممكن يكون لها نيجاتيف فيدباك لكن مش هالأهمية العظيمة، تمام؟ هذا ايرلي تو ميد. طب المرحلة الليت نفس الايرلي بالسنتوفة لكن اللهم في نقطة زيادة. اف اس اتش ال اتش نفس الشيء كل هذا على العين وراسي، بس الاندروجين مش بس يعطيني هاي استروجين، راح يعطيني بروجسترون، وركز منيح هاي استروجين سمول اماونت اوف بروجسترون، بالاضافه راح يعطيني انهبن شو بيعطيني؟ نيجاتيف فيدباك وين؟ على الاف اس اتش فقط. اوكي فبيعطيني استروجين بروجسترون، لكن هون بدل ما كان يعطيني بس النيجاتيف فيدباك زي الاول، هون يعطيني بوستيف فيدباك. طلع كيف استروجين بيعطيني بوستيف فيدباك والبروجسترون بيعطيني بوستيف فيدباك على ال اتش والجي ان ار اتش، بس برضه مش هالشيء العظيم، تمام؟ هاي هي الفكرة. اوكي. نيجي نحكي عن الايش؟ الانترفال بتوين ذا سكسيسيف اوفيوليشن هو الاسترس سايكل، بالحيوانات نحكي عنها استرس سايكل، اوكي؟ هسا هاي الدورة بشكل اساسي فيها اربع مراحل دائما موجودة، اربع مراحل لازم تصير سواء كان الحيوان حامل او لا، لازم يصير هاي الاربع مراحل اللي هو برو استرس والاسترس والميت استرس والداي استرس، هدول اربع مراحل لازم يصيروا، تمام؟ سواء كان حامل او مش حامل. تمام؟ فإذا بتبلش برو استرس بعدين استرس بعدين ميت استرس بعدين داي استرس. تمام؟ في حال صار حامل او خليها بعدين. نشرح كل مرحلة واحدة واحدة. أول مرحلة مرحلة برو استرس، وهي مرحلة بتتميز إنه إحنا بننتج الأستروجين وبنطور في الفليكلا ديفلوبمنت، أوكي؟ فترة تطور الفليكلا ديفلوبمنت اللي هو إيش؟ اللي هي مرحلة فليكلا فيسز، بنطور بالفليكل، أوكي؟ في ذا بيريود أوف فليكلا ديفلوبمنت وزيادة الأستروجين، تمام؟ طيب، المرحلة الثانية اللي هي الإسترس. وهي المرحلة اللي هي ايش؟ بتلاقي انه الاستروجين وصل لاعلى شيء، ريتش ذا بيك ليفل، بيك ليفل، القمة خلص وصل للتب، على تمة عينها وصلت، اوكي؟ وكمان هي الفترة اوف سكشوال ريسبتيف. هون بهي الفترة بكون حيوان مستعد انه يتقبل ايش؟ التزاوج والتقبل الجنسية، تمام؟ يعني هون حيوان بهي المرحلة الاي 2 توصل اعلى شيء، والحيوان مستعد ايش سكسوال ريسبتيف، اوكي؟ وكمان بهي الحاله راح تلاقي انه في من اعراض ايش من اعراض تبعت الحيوان تكون عنده حراره هيت، اوكي؟ الهيت هاي طالعه من قبل الاستروجين، اوكي؟ فعشان تصير حراره بده استروجين.
لكن في بعض الحيوانات الثانية زي الشيب والدوغ بدهم يتعرضوا لبروجسترون واستروجين عشان يصير الحرارة. فبريفيس اكسبوجر تو بي 4 از ريكوايرد فور اي 2 تو كوز ساينز اوف هيت ان شيب اند دوغ. تمام؟ اوكي تمام. فهون الايش مرحله هي المرحله الوحيده بكل حيوان جاهز انه ايش بريس جاهز انه يتقبل جنسيا بالاضافه ايش الاي 2 بتوصل لاعلى شيء او المرحله هي مرحله حراره وطبعا الحراره بتطلع نتيجه ايش تعرض الاي 2 لكن بعض الحيوانات زي الشيب والدوغ الخروف والكلب لازم يكون معه اي 2 بي 4 توجذر وبنهايه هاي المرحله بصير عمليه الاوفيوليشن تمام نهايه المرحله بتصير الاوفيوليشن اذا بهاي المرحله بتصير ثلاث شغلات الاي 2 بتوصل اعلى شيء الحيوان بكون ايش متقبل جنسيا مرحله بتصير اوفيوليشن وكمان في اعراض حراره مع هذا الشيء بالدوغ بده اي 2 بي 4 اوكي المرحله الثالثه اللي هي الميت استرس والميت استرس هاي بتصير بعد الاوفيوليشن ولما تصير الاوفيوليشن ايش بيصير الكاربس لوتم رح تتكون الكاربس لوتم رح تتكون اوكي دائما الكاربس لوتم بتتكون متى بعد الاوفيوليشن ولما يصير اوفيوليشن الالتش بتحفز اكيد the period after ovulation and initiation corpus luteum formation تمام وكمان فتره زياده البروجسترون مش حكينا بالاول بهونا انه هاي المرحله الفليكلر فيز هي بوجود بتميز وجود استروجين عالي واللوتيسيز فيز عفوا اللوتل فيز بتميز وجود بروجسترون عالي فهاي المرحله اللي ما بعد ovulation راح يتم انتاج بروجسترون عالي جدا اوكي البروجسترون هرمون مهم جدا عشان الحمل راح احكيه بالسلايد اللي بعده بشكل ادق تمام هسه هون بتكون كاربس لوتم وبصير او صار اوفيوليشن وزاد بروجسترون في شغلتين راح يصيروا يا اما الحيوان يصير حامل يا اما ما يحمل هسه في حاله الحيوان ما حمل الكاربس لوتم راح يوصل لماكسيمم سايز اند اكتيفيتي وبالتالي راح يتحطم خلص كاربس لوتم بالاخر راح يتحطم هو قال لك كاربس لوتم ريتش اتس ماكسيمم سايز اند اكتيفيتي بنهايه المطاف الكاربس لوتم راح يتحطم وبعدين يرجع يعيد الدوره من اول وجديد كانت ميت استرس بعدين داي استرس هي كاربس لوتم ايش ريتش اتس ماكسيمم سايز اند اكتيفيتي بعدين بالاخر تتحطم وتروح على البرو استرس وتعيد الدوره من اول جديد. لكن في حال صار حيوان حامل ايش بصير؟ اللي هي بريجننسي العاده الكاربس لوتم لازم يتم المحافظه عليه باي شكل من الاشكال. فهون بريجننت انيمال سيجنال فور كاربس لوتم بريسستنس يعني الحيوان الحامل راح يرسل اشاره عشان يحافظ على الكاربس لوتم واللي بيرسل الاشاره هاي بالتحديد الجنين نفسه. الجنين نفسه بيرسل اشاره يحكي لامه بالله عليك حافظين على كاربس لوتم وهذا حكي له شرح خاص في له شرح في سلايد خاص تمام طيب سواء صار بريجننسي او لا بعض الحيوانات راح يتعرض لشيء اسمه ان استرس والان استرس هاي بس اللي بدك تعرف انها بيصير فقط في السيزونال بريدر في السيزونال بريدر اوكي هي فتره اوف تمبرري انكتيفيت اوف اوفيريس الاوفيريس عفوا سين ان سيزونال بريدرز بس المطلوب انك تعرف انه هاي المرحله بتصير في السيزونال بريدرز سواء كان داي استرس او بريجنسي ممكن تصير ممكن لا فمثلا تمشي كبرو استرس استرس ميت استرس داي استرس ويا اما تكمل برو استرس او مثلا تصير ان استرس بتصير في السيزونال بريدرز بعدين تكمل برو استرس او مثلا ميت استرس لبريجنسي وبريجنسي لان استرس بعدين تكمل برو استرس نفس الشيء او عادي داي استرس تكمل برو استرس وبريجنسي ايش؟ برو استرس ترى في اسهم بس مش واضحه هي في اسهم كثير اذا شايفين هذا السهم الابيض مأشر هيك هي مش واضحه بس عشان يعني باينه كثير شفافه تمام اوكي نيجي هذا سلايد اوكي هسه انا باليوم الصفر بقول لك الاسترس سايكل وطب ايش قبل يوم الصفر هيكون برو استرس اذا قبل الصفر البرو استرس وبالصفر هو الاسترس هسه هاي مرحله الاسترس بتميز بشو حكينا بوجود كميه عاليه من الاستروجين هذا اللون احمر عباره عن استروجين وهذا اللون اصفر عباره عن ال اتش هرمون اوكي وهذا اللون برتقالي عباره عن بروجسترون البي 4 يعني بروجسترون والاي 2 يعني استروجين تمام هسه احنا بمرحله الاسترس الاي 2 راح توصل لاعلى شيء للقمه بدي اياك تفهم هاي النقطه انه الاي 2 بياثر على ال اتش بشكل ايجابي بوزيتيفلي شو يعني كلما زاد الاي 2 كلما زاد ال اتش الاي توصل القمه لعد ال اتش راح يوصل لاعلى شيء اوكي فال اتش راح يوصل القمه ويوصل لاعلى شيء تمام طيب شو يعني ال اتش يوصل لاعلى شيء معناته راح يحفز انه تصير عمليه الاوفيوليشن فعمليه الاوفيوليشن راح تصير ولما تصير عمليه الاوفيوليشن
هذا ال اتش وهذا الاستروجين فورا رح يهبط للصفر تقريبا وبتصير اوفيوليشن. تمام، بتصير الاوفيوليشن. طيب صارت الاوفيوليشن، ايش بصير؟ شو ميزه الاوفيوليشن؟ انه يصير هاي برودكشن اوف بروجسترون، اوف بروجسترون. تمام، مش هون حكينا after ovulation ايش بصير؟ increase progesterone. تمام، صارت ovulation البروجسترون راح تزداد، ولما يصير ovulation لازم ال H وال E2 يرجع ينهبط يخفض. تمام، طيب صار البروجسترون ارتفع كل شيء. في حال الحيوان حامل هذا البروجسترون راح يضله موجود وما راح يختفي، لكن في حال وايش يعني يضله موجود؟ شيء يعني كاربس لوتم محافظين عليها. طب لو في حال الحيوان مش حامل الكاربس لوتم بتتحطم. طب كيف راح تتحطم؟ من خلال عملية اسمها ليوتولايسيس. الليوتولايسيس يعني تحطم كاربس لوتم، وهذا الليوتولايسيس يعني كيف بحطم كاربس لوتم؟ انه كمية البروجسترون راح تنخفض للصفر تقريبا. تمام؟ فإذا E2 قمة، LH قمة مرة ثانية تأثر عليها بوزيتيفلي، اوفيليشن هذول الاثنين يرجع للصفر، بعدين صارت اوفيليشن B4 ترجع عالي تطلع عالي فوق بتحافظ على كاربس لوتم، إذا صار حامل حيضل محافظ عليه ويضل هذا البروجسترون عالي جدا. إذا ما حافظ على الكاربس لوتم هذا يرجع للصفر وتصير لوتولايسيس طبعا يخليها ترجع صفر، وبعدين عيد الدوره من اول جديد. مش حكينا داي استرس بعدين رد ارجع اعمل برو استرس واسترس، يرجع عيد ايش الاي 2 ترجع لاعلى شيء وبعدين الا تش يوصل لاعلى شيء وكمل الدوره. تمام اوكي. اوه هذا سلايد يعني فعليا هذا اصعب سلايدات. هذا هو هسا تأثير الحيوان تجاه الضوء. Photo period and reproductive cycle هو pineal gland. pineal gland. pineal gland هو عبارة عن إيش؟ كيف أقول له؟ كيف أشرحها؟ وفعلياً شوي زنخ وشوي معقدني. Decreased light suppress the inhibitor neurons of the pineal gland allow the for melatonin release. Okay. هسا هذا الباينال جلاند يعني بتأثر تأثير الضوء. الباينال جلاند هذا عبارة عن مثبط، هو نفسه مثبط، عبارة عن inhibitor neurons، عبارة عن أعصاب مثبطة. أوكي، هذا الإشي بثبط تحرير، بثبط تحرير إيش؟ عفوا، هذا الباينال جلاند اللي هو inhibitor neurons بثبط تحرير ال GnRH، وجوده هذا نفسه بيثبط تحرير جي ان ار اتش. تمام، في حال الحيوان تعرض للضوء فهذا الانهبيتور نيروز راح يتثبط، راح يصير له كبت، راح يصير له كبت سبريس، فهو بيكبت هذا الاتش بي نايلوسايت، هي نفسها باينال جلاند اللي هي الانهبيتور نيروز، راح يثبطها وبالتالي راح يكبتها، ولما يصير كبت راح يحفز انتاج الاتش جي ان ار اتش وبالتالي يعطينا اف اس اتش والال اتش. اوكي، هم بقول لك decreased light suppress the inhibitory neurons of the pineal gland which allow for melatonin release. melatonin release اللي هو ايش؟ عشان يعطيك الافاسات والالاتش والجي ان ار اتش طبعا اكيد. هسه انا ليش حكي decreased light suppress؟ انا شوي مش مستوعب هاي النقطه، لكن بقدر افسر لكم اياها. هي النقطه كالتالي، تاثير الميلاتونين على هدول الحيوانات الاربعه، الشيب والجوت والكات والهورس، في حال تم افراز الميلاتونين على الشيب والجوت فالجهاز التناسلي تبع هذا الشيب والجوت راح يشتغل. اوكي، تيرن اون ذا ريبدكتيف سيستم اوف ذا شورت داي بريدر. وفي حال لو اشتغل على الكات والهورس، الميلاتونين تم افرازه على الكات والهورس، فالجهاز التناسلي تبعه راح يطفي فما راح يشتغل، فهذا بده ضوء ميلاتونين عفوا وهذا ما بده. تمام، سيستم اوف لونج داي بريدرز. هسه شو يعني لونج داي بريدرز وشورت داي بريدرز؟ شورت داي بريدرز اللي هو يعني شورت داي بريدرز اللي هي خلينا نحكي فترة الشتاء والصيف. شورت داي بريدرز يعني ضوء النهار، مش بالشتاء بكون فترة ضوء النهار كثير بسيط، بيقعد بس 4-5 ساعات بعدين بيختفي، وبالصيف بيضلوا حوالي 10 ساعات وما بيروح. تمام، فهونا الشيب والجوت بتزوج أكثر إشي بالشتاء، بتزوج أكثر إشي وين؟ بالشتاء. بالشتاء تمام، بالشتاء صح. شورت داي شورت داي بريدرز. Okay. فإذا تم إفراز الميلاتونين of the بيشغل الجهاز التناسلي تبعهم of the short day breeders، هم بيتميزوا بشورت داي بريدرز. في حالة ايش؟ الكات والهورس shut down the reproductive system of long day breeders، of long day breeders، إنه ايش؟ الصيف وهذا الحكي. أنت عشان ايش
Okay, suppressive effect of the photoblade can be overcome by exposure to artificial light remains, cats and dogs, administration of melatonin. Okay, في حال عشان تتجنب هاي المشكلة تمام، مش حكي انه بيثبت هذا الحكي واحنا بدناش يثبته، في حال ايش مش هو مثبت، في حال ايش بدك تشيل هاي العوامل المثبته شو بتعمل؟ في حال تلقى الكات والهورس بدك تعرضهم لضوء اصطناعي artificial lighting remains، ضلك تعرضه الضوء عشان يشتغل تمام، عشان يشيل هاي العوامل. في حال الشيب فانت بتعطيه ايش الميلاتونين نفسه تمام، الميلاتونين نفسه. اوكي انا بدي اياكم بس تسامحوني بهذا السلايد لانه يعني كثير عجبني وبديش اهبط فيه اكثر من اللازم، فانا ملتزم بالحكي اللي فيه شوي ومخربطني فبعينك الله عليه. بس هون بالرسم ايش بقول لك، انه الضوء بيدخل على العين على الرتينا، ومن الرتينا بضلها تمشي لحد ما توصل وين السوبراكايزمتك نيوكلاس. اوكي، ومن السوبراكايزمتك نيوكلاس تروح على السوبيريو سيرفيكال جانجليون، وبعدين تروح على البينايلوسايت او الانهيبيتور نيورونز، هي نفسها هي بينايلوسايت تعتبر انهيبيتور نيورونز. وشو بصير؟ بيعمل على تثبيط هذا المركب، وبالتالي راح يفرز ايش الميلاتونين، وهذا ياثر على الهايبوثالامس يعطيك جي ان ار اتش، ويعطيك ايش الاف اس اتش والال اتش. اوكي اوكي، هو بيعمل لهم كبت، هو بيعمل لهم كبت للبينايلوسايت. اوكي هسه في هون النقطه دارك دارك شورت فوتو بريد لونج دارك بريد، يعني بصراحه هو هذا اكثر شيء بقدر اقدمه فسامحوني عليه ارجوكم. خلينا ننقل على السلايد اللي بعده اللي هو الجدول هذا. يعني هذا الجدول حكى الدكتور مش مطلوب منه، بس بدك تعرف العمود هذا والعمود هذا، بس بدك تعرف انه كتر ايش تايب اوف ذا ايستر سايكل تبع بولي استرس، الشيب والجوت سيزر بولي استرس ان فول، الهورس سيزر بولي استرس ان سبرينج. شو يعني؟ شو يعني بولي استرس؟ بولي استرس معناته انها بتيجي اكثر من مره، ات كمز انتو ذا ايستر سايكل اول ذا يير، بتيجي اكثر من مره طول السنه للكتر. لكن في حاله الشيب والجوت هي بتيجي ايش الايستر سايكل بتيجي اكثر من مره فقط في الخريف، وبالنسبه للهورس فقط في الربيع تمام، سبرينج ربيع. بس هاي بدك تعرفها. فاذا هو هيجيك لو اجاك سؤال عنها يقول لك which one of these animals راح تيجي الايستر سايكل تبعته بولي استرس مثلا، بتقول له كتن. طيب شو يعني بولي استرس؟ انها تيجي اكثر من مره في السنه بالنسبه لبولي استرس. شو يعني بالفول؟ بتيجي فقط في الفول. شو يعني سبرينج؟ بتيجي اكثر من مره فقط في السبرينج اللي هو ايش؟ الايستر سايكل تمام؟ فقط هذا المطلوب. البيبرتي حكينا، البيبرتي لما تصير بيبرتي لعاد الانسان لعاد ايش راح يعمل؟ راح يصير اوفيليشن. فالبيبرتي هو عمر اوف ذا فيرست اوفيليشن، صار صار بيبرتي يعني اوفيليشن، صار اوفيليشن يعني بيبرتي تمام. وحكينا لما يصير اوفيليشن الفيرست مايوسيس ايش راح تصير؟ المايوسيس نمبر 1 طبعا لازم تصير. اوكي بقول لك ان شيب بيبرتي از سيت وذ انكريز ان ذا سينثيز اند ريليس اوف جي ان ار اتش فروم ذا هايبوثالامس اند جوناتروبين ويتش ار ويتش درايف فوليكل ديفلوبمنت. هي المفروض مش فقط بتشيب، المفروض بكل الكائنات. بقول لك في يعني المفروض الشيب والجوت وكل الكائنات لما توصل البلوغ، البلوغ تبعتها مرتبطه ايش؟ بزياده ايش؟ بزياده وانتاج جي ان ار اتش اللي هو الاف اس اتش والال اتش صح؟ وعشان يصير اوفيليشن شو بدك؟ بدك كميه عاليه من الاستروجين عشان يصير، بدك الال اتش نفسه واعطيك ايش اوفيليشن. فكل الكائنات المفروض ايش؟ البيبر تبعتها مرتبطه بايش؟ بزياده الجي ان ار اتش اللي بالاخر راح تعطيني ايش؟ استروجين اند ايش؟ بروجسترون، اي عفوا الاف اس اتش والال اتش يا ربي. فبسبب انجولاتروبين ويتش درايف فول كادومين. Before puberty, the hypothalamus is highly sensitive to the negative feedback of estrogen. طيب يعني هو هذا الحكي بأكد لك على السلايد هذا. بأكد لك هذا الحكي. إنه بقول لك الاستروجين قبل الأوفيليشن كان تأثيره negative feedback، لكن بعد الأوفيليشن كان تأثيره إيش؟ positive. فعليا طلع هون بالإيرلي ميد تأثيره قديش؟ negative. وهون تأثيره positive صح؟ تمام. فهو ايش بقول لك هنا؟ Before puberty the hypothalamus is highly sensitive to the negative feedback of estrogen. Is highly sensitive to the negative feedback of estrogen. اوكي؟ كثير حساس negative feedback. عمر البيبرتي مش متذكر الدكتور حكى مهم، لكن انا منه علي راح احفظ احتياط لانه سهل جدا. الكاو من 8 اشهر 12، الشيب والجود زي بعض 7 ل 8، الكات والدوج زي بعض 6 12، الهورس من 12 ل 18 تمام؟ هي عمر البيبرتي. بدكم انا برايي تحفظوا احتياط. سهلة جدا. اوكي ال اتش هسه سبونتيس افريتي، هسه لما حكينا ال اتش بيتم افرازه ايش بصير؟ لازم يصير اوفيليشن. ال اتش ستورج استيميليتد باي بوزيتيف فيدباك ان فوليكلر استروجين، وحكينا هذا حكي وين؟ بهذا السلايد صح؟ لما الاستروجين يوصل لاعلى شيء فراح ياثر على ال اتش بشكل ايش؟ بوزيتيفلي تمام؟ طيب فهو بيتاثر بشكل ايجابي من قبل الاستروجين. ال اتش بيعمل تقريبا عوامل كثير جدا، اهم عامل
اول عام رح نحكي عنه اللي هو هذا واللي هو حكيناه بدايه الايش الشرح تبعت الفيميل اللي هو الجاب جنكشن بريك داون بتوين ذا كرونسز اند ذا اوست. شو يعني ضحكي الاوفيوليشن؟ اوكي اللي يعني هو ايش باختصار الاوفيوليشن. طيب كيف ما كيف ايش بيعمل؟ مش حكينا بالاول انه مايسوس نمبر 1 ما راح تصير الا ما تصير عمليه الاوفيوليشن بيبرتي. طب ايش هذا بده يحفز؟ بيطلع لي الاتش. طب الاتش راح يعمل راح يشيل العوامل المثبطه تبعت المايوس نمبر 1. ولما تصير مايوس نمبر 1 شو بيصير؟ فيرست سبويلر بادي اكيد هابلويد. وبعد هيك ايش بيصير؟ نروح على المايوس نمبر 2 اللي هي فيرتلايزيشن. اوكي كل هذا حكيت بدايه السلايد. النقطه الثانيه انه لما تصير اوفيوليشن راح تتحفز بوجود كميه على بروجسترون. كيف؟ بانه الاي 2 يتحول لبي 4 باي دومينانت فوليكل، فكميه البروجسترون راح تزداد، الكولاجينيز انزيم راح يزداد، فوليكلر وول ويكنس. هسه هذا الكولاجينيز هو عباره عن انزيم بسبب انه يكسر طبقه الكولاجين الموجوده على الفوليكلر وول على الفوليكل، وبالتالي يخلي الوول تبعه كثير ضعيف وبتكسر بسبب عمليه اوفيوليشن. اوكي البي جي اف 2 الفا بالبدايه بسبب عمليه ايش الحمل، فهو بيحرر ايش اللايسوزوم، ونقطه يعني المفروض كل بيعرفها وين ما تقرا كلمه وين ما تشوف كلمه لايسوزوم، في الفيروسات، في الفيسيو، في الامبريو، في الاناتومي، في المها في هذا في الرياده والابداع. حتى لايسوزوم معناته ايش؟ شيء بسبب انه يكسر بكسر وبحطم مركب معين. اوكي فبيحرر اللايسوزوم وبحرضه بحطم في الكلور. كمان بيساهم في عمليه الكونتراكشن اوف افيرنس سموث ماسل. طبعا عشان يصير حمل لازم يكون في كونتراكشن بسموث ماسل تبعتها، وراح يحفز البريشر. هسه فكره الكونتراكشن والبريشر هاي راح احكيها بشكل ادق اكثر في سلايدات الحمل، في سلايدات اللي لها علاقه بشرح الحمل راح احكيها بشكل اكبر. بس هو بيعطيك ايش كونتراكشن، بخليه يصير كونتراكشن، لما يصير كونتراكشن بصير بريشر، بيزداد البريشر. اوكي وكمان بيعطيك البي جي اي 2، وهذا البي جي اي 2 وهو نفسه بيعمل على زياده تدفق الدم للاوفري اند دومينت فوليكل، وراح اديك الاوديما اللي هي بصراحه بعرفش يعني شو علاقه الاوديما، بس انا بعرف الاوديما شيء تراكم السوائل. اوكي وهذا راح يؤدي الى بريشر فوليكل فوليكل بريشر عفوا، وبالاخر حاعطيك ايش الاوفيليشن. فيعني بس احفظ الحكي اللي هون وامورك تمام. اوكي هون هسه احنا عرفنا كيف ايش، عرفنا مبدا الفيميل، عرفنا الجهاز التناسب الفيميل، عرفنا الهرمونات تبعونه ومبدا عمل كل شيء. هسه بدنا نحكي عن يعني احنا عرفنا كيف بيفرز الاف اس اتش والال اتش صح، وعرفنا كيف بيفرز ال اتش بالذات. طب وعرفنا ايش الهرمونات، هسه احنا بنعرف كيف بيتم افرازه من قبل العوامل العصبيه اللي هو النيرفس سيستم. هسه اكيد مش بس اندوكراين راح يساهم فيه، لازم يكون في نيرفس سيستم يساهم انه يفرز هذا ال اتش صح. هذا السلايد بيشرح لك انه شو دخل النيرفس سيستم كيف بيساهم. يا سيدي عزيز وقت ما يصير الكوبيوليشن، لما يصير الجماع، منطقه الفجاينا نفسها فيها ايش؟ نيرونز. هاي النيرونز بتستقبل بتحس بالاشاره هاي وبتستقبل هاي المعلومات وبترسل هاي المعلومات عن طريق السنسوري نيرونز وتوديها على سباينال كورد. سباينال كورد ومن سباينال كورد بتروح على السنترال سورج ايش؟ على منطقه الهايبوثالامس بالتحديد السورج سنتر. بس دي هيك يس اوكي اللي فشيت بروح على السيرش سنتر اوف ايش اوف ذا هايبوثالامس، السيرش سنتر اوف ذا هايبوثالامس، وبحفز يفرز لي ال اتش وكي بعدين راح يعطيني جي ان ار اتش، بعدين راح يعطيني ال اتش وبتصير عمليه الاوفيوليشن. اوكي انديوس اوفيوليتوري اي. فاذا كوبيوليشن ستيميليشن سنسور نيرفز ان ذا فيجينا اند سيرفكس، يعني هو بيستقبل معلومات هنا، بينقل المعلومات هاي الى سباينال كورد، ومن سباينال كورد يروح على السيرش سنتر اوف ذا هايبوثالامس، وبالتالي in the pre-ovulative center fire causing the large quantity راح يفوز كمية على الجيان RH to be released that in turn راح يفوز ال LH surge. ال LH surge بيصير هذا حكي وين؟ بالأرنب والبسة والجمل تمام؟ اوكي آخر سلايد بالفيميل reproductive system اللي هو luteolysis. luteolysis معناته ايش؟ تحطم كاربس لوتم. حكينا إذا ما صار حمل راح يصير luteolysis راح يتحطم كاربس لوتم، وبقول لك هذا حكي بيصير 14 يوم بعد الأوفيوليشن. لو نرجع السلايد اللي قبليه امشي عفوا طلع مت هون صارت اوفيوليشن صح، وبعد حوالي 14 ل 15 ل 16 يوم تقريبا، بعد 14 16 يوم
صار اليوتيلايسز، فهي بتصير بعد 14 يوم من الايش الاوفيوليشن، 14 يوم مش فيها اوكي، بتصير افتر ايش 14 يوم من الاوفيوليشن. الال اتش حكينا مهم جدا عشان حافظ على الكاربس لوتم، البروجسترون نفسه مهم جدا اللي بحافظ على الكاربس لوتم، الال اتش البروجسترون تمام، البروجسترون بشكل رئيسي بحافظ على الال اتش اوكي. لكن في حال صار اليوتيلايزد كمية البروجسترون راح تهبط للصفر، وبالتالي ما راح نحافظ على الكاربس لوتم وتتحطم. طيب هسه هون برضه الال اتش بحافظ على الكاربس لوتم، هسه هون البي جي اف 2 الفا بقول لك البي جي اف 2 الفا from the uterus of the large domestic animals such as cattle, goat, horse, pig and sheep cause regression of the corpus luteum. بس ركزوا معي شوي، ركزوا معي النقطة هون، بقول لك انه بي جي اف 2 الفا بتساهم في تحطيم الكاربس لوتم. سلايد هون قال لك ان بي جي اف 2 الفا بيساهم عملية الاوفيليشن. طب يعني الواحد ببلش يحتار شوي، بقول لك هون بتساهم اوفيليشن وهناك بتساهم في ايش؟ بالتحطيم الكاربس لوتم. ازاي؟ المسألة كالتالي، صحيح البي جي اف 2 بيساهم في بعملية الاوفيليشن وبيساهم بتحطيم الكاربس لوتم، بس ايش الفكرة؟ لما يعمل على بيساهم عملية الاوفيليشن بيكون كمية ال LH عالية جدا، بيكون كثير عالية، فبالتالي تأثير هذا بي جي اف 2 عشان يحطم الكاربس لوتم ضعيف اوكي، ولسه ما تكونتش كاربس لوتم اساسا، بتصير اوفيليشن بعد كده تكون كاربس لوتم. في حال صار اليوتيلايزز ال LH صار للصفر وما ضل غير بي جي اف 2 الفا، فهذا البي جي اف 2 الفا هيكون له تاثير قوي جدا في انه يحطم كاربس لوتم، راح يحطم كاربس لوتم لانه ال LH خلص صار واصل للصفر، وبالتالي راح يحطم كاربس لوتم بسبب بي جي اف 2 الفا يكون تاثيره اقوى بكثير تمام. اذا في البدايه هو بيساهم عمليه الاوفيليشن وبعد هيك راح يساهم في ايش؟ انه يحطم كاربس لوتم في حال كميه ال LH وصلت للصفر اوكي. هذا حكي بالشيء ايش بالكاتل شيب جوت هورس الى اخره. البي جي اف 2 الفا مين بحفظه؟ مين بحفظ الاستروجين؟ فليكلا الاستروجين كوز انيشال ريليس اوف ايش؟ بي جي اف 2 الفا. البروجسترون ستيبلايز اوكسيتوسين ريسبتور اوكي، هي لها علاقه برضه بالاوكسيتوسين، هاي النقطه نحفظ زي ما هي اوكي. بروجسترون ستيبلايز اوكسيتوسين ريسبتور اوكي. هاي الرسمه بدي اياك تفهمها كالتالي، انه هذا البروجسترون او البي جي اف 2 الفا بيطلع من اليوترس اوكي، بيطلع من اليوترس وبروح على اليوتراين بين، وبعدين هذا اليوتراين بين بلف حوالين اليوتراين ارتري وينها؟ بلف حوالين على اليوتراين ارتري، بلف حوالين اليوتراين ارتري تمام، هاي هي بلف حوالين اليوتراين ارتري تمام، فالفين بلف حوالين اليوتراين ارتري. فهذا البي جي البي جي اف 2 الفا بينتقل من الفين، بنط من الفين بروح على الارتري، بنط من الفين بروح على الارتري، ومن الارتري بروح على الكاربس لوتم وبحطمها. هاي اسمها ايش؟ كاونتر كورنت اكسشينج، عمليه تبادل ايش متناقض. Okay. فإذا بيطلع من اليوترس يوتراين فين، ومن يوتراين فين بيلف حوالين الار 3 ومن الار 3 يروح على الكاربس لوتم ويخلص عليه اوكي. اوكي احنا هيك خلصنا الفيميل سيستم، نيجي على اخر الموضوع اللي هو بريجنسي بارتيشن اند لاكتيشن اوكي، وهذا راح اشرحه شوي بشكل سريع. هذا حكي اخذناه بالايش؟ بالامبريو فيرتيزيشن بريجنسي. ايش هو الفيرتيزيشن؟ هو انك تنقل سبرماتوزوا، سبرماتوزوا تنتقل من الميل تروح على الفيميل. سبرماتوزو ريتش ذا سايت اوف ذا فيرتيلايزيشن بدقائق بسيطه جدا اوكي، بسرعه جدا. هو بايش مكان فيرتيلايزيشن؟ مكان اوفيدكت. ذا بروسيس العمليات اللي بتساعد انه يقوم فيرتيلايزيشن، بتتذكر فيديو ايش هو؟ طبعا ايش الكونتراكشن اوف ذا يوترس اند اوفيدكت، ما هي عضلات سموث مسل راح يعمل كونتراكشن وينقل سبرماتوزو للاوسايت. اهم كمان كونتراكشن ستيمليتد باي اوكسيتوسين اوف ذا بيتيتوري جلاند، واضح حكيت بالاندوكراين، حكيت ان الاوكسيتوسين شو ماله؟ هرمون بياثر على بيعمل وظيفتين، يحفز لي انتاج الميلك وكمان بحفز دي الكونتراكشن اوف ذا يوترس تمام. فهو راح يعمل كونتراكشن، راح يحفز الكونتراكشن اوف ذا يوترس اند اوفيدكت ويقول لي ايش؟ السبيرم تمام. هاي الشغله الكابستيكيشن ايش هي؟ اللي هي انك انت تخلي السبيرم هذا او سبرماتوزوا تخليه هايبر، تخليه قوي جدا اوكي، تحرر ايش الانزيمات اللي جواته ويخليه قوي جدا عشان يخترق الزونا بوليسيدا، يخترق الكورونا كورونا ريديات والزونا بوليسيدا يروح يوصل للاوسايت تمام. فإذا هي induce a change تغيرات في سبرماتوزوا انك تشيل الكوليسترول تبعه، تحرر الدايجستيف انزيم تبعته اوكي. ذا فيميل ريبرودكتيف تراك موست دراماتيك تشينج از ايش؟ ريليس اوف ذا اكروزوم انزيم، اهم شيء تحرر المركبات الانزيميه. بيساعد سبرماتوزوا تو بتريد ثرو ذا لايرز سراوندينج ذا اوفم تو اكومبليش ايش؟ اكومبليش فيرتلايزيشن، عشان يكمل عمليه الفيرتلايزيشن اوكي. نيجي هذا السلايد، هذا بوضح لك كيف بيصير التزاوج لما يوصل للايش؟ للاوسايت.
هاي الزونا بوليسيدا تمام. اول شيء شو بيعمل السبيرم؟ بيعمل كونتاكت مع الزونا بوليسيدا، وبعدين رح يحرر الانزيمات الهاضمه ويخترق الزونا بوليسيدا. وبس يخترقها بيخترق هاي، بيدخل على هاي الطبقه، وهي الطبقه المساحه هاي كان اسمها ايش؟ اسمها بيرفيتلايد سبيس، بيرفيتلايد سبيس. فهو هيك شو رح يتفاعل مع هاي بيرفيتلايد سبيس. وبعد هيك ايش بتلاحظ؟ انه هذا السبيرم او هذا الايش النيوكلس له بلازم ممبرين، صح؟ بلازم ممبرين، هذا الشيء اسمه بلازم ممبرين، هذا الخارجي بلازم ممبرين. وبرضه الايج نفسه له هذا الشيء ده الخط، هذا بلازم ممبرين. فهذا بلازم ممبرين تبع السبيرم راح يندمج مع البلازم ممبرين تبع الايج ويصيروا واحد. وبس يندمج معه شو بصير؟ انه النيوكلس تبع هذا السبيرم راح يطلع من هاي المنطقه ويدخل في النيوكلس تبع الايج، يدخل في النيوكلس تبع الايج. بعدها لما يعمل هذا الحكي ايش بصير؟ راح يعطيك ايش الديبلويد نمبر، راح يعطيك برو نيوكلس تبع الميل والفيميل لما اخذنا بالامبريو، وحاطيك ايش الزايجوت، صح؟ المفروض يصير زايجوت. واهم نقطه لازم تعرفها انه راح يفرز الاوسايت، راح يفرز ماده تمنع باقي السبرم يدخل من خلاله، اللي ايش هي؟ كورتيكال جرانيولز. هاي هي كورتيكال جرانيولز، بتطلع على البلازم ممبرين وتتغطى هاي المنطقه. فكورتيكال جرانيولز فيوز وذ ذا ايج بلازم ممبرين ويتش بيمنع ان ذيرز ذا فيتلاي لاير، بخليه غير نافذي للسبرم، بيمنع another sperm يدخل ايش جواته. اوكي، فايدة make contact react with the zona pellucida react with the bare vitlines ما حكينا. اوكي، plasma membrane of sperm and egg ايش بيندمجوا مع بعض، بيدخل nucleus تبعه عند الايج، cortical granules. اوكي، بس sperm واحد a single spermatozoa هي المحظوظة، واحد من اصل 500 مليون sperm تقريبا هو اللي بيدخل وبيعمل fusion مع الايج، الباقي بيموتوا، بس واحد allow to enter the ovum. The zygote اللي هي fertilized ovum continue the male bronucleus and female bronucleus زي ما اتفقنا، وكل واحد تحتوي على haploid chromosome، وفورا quickly راح يصير ايش diploid number. اوكي تمام. الكليفج بعد عملية fertilization ايش بصير؟ عملية الكليفج صح، واخذناه بالامبريو برضه الكليفج، انه ايش هاي fertilization صارت في البداية، بعدين بتصير ايش اسمه otide، هيك اسمها otide، وبعدين بتصير zygote، بعدين ايش عملية الكليفج؟ تصير 2 4 8 16 32 توصل مرحلة المورولا، وبعد ما توصل مرحلة المورولا راح تبلش عملية البلاستوليشن، يعطيك ايش الهالو كيفيتي، يعطيك الانر سيل ماس، نكبر الصورة بس، يعطيك الانر سيل ماس، يعطيك الانر سيل ماس، يعطيك التروفوبلاست اللي هي اوتر سيل اوتر اوتر سيل ماس. اوكي، وبعد هيك اللي هي بصير لها هاتشنج، وبالاخر ايش بصير؟ الامبلانتيشن. اوكي، فإذا الزايغوت بيجن تو ديفايد ريبيتلي بتمشي بشكل بتقص بشكل بسرعه باي ذا نورمال بروسيس اوف مايتوسيس، طبعا ميت مايتوسيس انتي ذا ريتش مورال ستيج، وايل كليفج از تيكن بليس ذا زايغوت سلولي تتحرك بشكل بطيء موفينج داون ذا اوفيدكت تاور ذا يوترس باي طبعا ماسكو كونتراكشن، كله عباره عن كونتراكشن 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 تمام. اند ذا موفمنت اوف ذا سيليا، في كمان سيليا بتساوي انه يحرك هذا الحكي كله. The cilia of the morula continue to divide and gradually form a hollow cavity in the cells زي ما اتفقنا. By the time it reaches the uterus وبتعمل ايش؟ It is formed blastocyst، وبالاخر شو بتعمل؟ هاي الهاتش blastocyst is ready to implant itself in the lining of the uterus. Okay؟ فإذا fertilization, then cleavage, then blastulation تكوين blastula أو blastocyst حكينا خلينا نحكي. Then ايش؟ ال implantation بتكون في بطانة الرحم. Okay؟ الحمل، ايش تعريف الحمل؟ اللي بريجننسي اللي هو جستيشن بيريد، يعني اللي بصف عاشر بيعرف هذا الجواب. اوكي، وهي الفتره فايش ات از ذا تايم فروم ذا فيرتلايزيشن تو ديليفر اوف ذا نيو بورن، يعطيك الجنين، وبتقسم لثلاث اقسام، فيرست ترايمستر، سكند ترايمستر، وثيرد، ثلاث ايش اجزاء. الفيميل تبعت الومن الانثى الهيومن بتحمل تسع اشهر صح؟ وبتقسم ثلاث اقسام، كل جزء فيه ثلاث اشهر تمام؟ لكن في الاذر ايش السبيشيز تختلف مده الحمل. اوكي، اول فتره اول بدايه ايش الحمل اول جزء اللي هي ايش امبريو بريد، فتره امبريو واللي هي بتساف ايش انها تكون تساف تكوين بلاسينتا، تطور بلاسينتا. اوكي، ستارت وذ ذا نيولي امبلانتد، هذا الزايغوت سيل امبلانتيشن بيطور من حاله وبيطور البلاسينتا، طور من حاله وبيطور البلاسينتا. المرحله الثانيه واللي هي سيلف تكوين الاعضاء الاورجنز التشو السيستم، هيكون ايش هو راح يتساوي تكوين الريسبيرات سيستم الدايجستيف سيستم الريبدكتيف سيستم وهكذا، هو بيكون السيستم. المرحله الثالثه وهي الاخيره هي المرحله اللي بيكون ايش في الجنين نفسه بيكون جاهز انه يطلع ينولد خلص. It is the last period of the fetal growth and preparation for parturition. اوكي،
بالنسبه للجدول برضه بذكر الدكتور حكم مش مهم تحفظه، بس مهم تعرف انه فتره حمل من حيوان لحيوان بتختلف. يعني مثلا بالكات شهرين، بالقطل البار 9 أشهر، زيها زي الايش الهيومن، اوكي زي الهيومن. الدوغ والايش الدوغ والكا الدوغ برضه شهرين، الجوت والشيب 6 أشهر 5 أشهر، والنمس 6 أشهر. البيج مثلا البيج حط لك انه 3 أشهر وثلاث اسابيع وثلاث ايام وثلاث ساعات وثلاث دقائق وثلاث ثواني وثلاثه فمتو ثانيه، فهمتوا ثانية، أوكي؟ تمام. أوكي. فبس بدك تعرفوا إنه فترة حمل تختلف من كائن لكائن، أوكي؟ الماتيرنال ريكوجنيشن بريجنانسي، وهذا مهم جدا جدا جدا. نفسر التعريف، ماتيرنال شو يعني؟ يعني أم، ريكوجنيشن تعرف، بريجنانسي يعني حمل. هاي العملية معناتها إنها ماتيرنال ريكوجنيشن اوف بريجنانسي معناتها عمليه بتساهم انها تحافظ على الكاربس لوتم وتطول من فتره حياته. اذا بتحافظ على الحمل، هاي العمليه انها تحافظ على الحمل انه الكاربس لوتم ما تتحطم وتصير حمل، اوكي؟ وهي مهمه جدا. If pregnancy happened, the carpus lutum لازم يحافظ عليها باي شكل من الاشكال، اوكي؟ And continue to produce sufficient amount of progesterone، وعشان يحافظ عليها لازم ينتج كميه عاليه من البروجستون، كميه كافيه من البروجستون to support pregnancy. تمام؟ الجنين نفسه بيرسل اشاره لامه بقولها امي انا موجود وبدي اياكي تولدين، ما تضيعين من ايدك، خلاص تمام، حافظي على الكاربس لوتم مشان الله، واوعى تخلي البي جي اف 2 الفا تهاجم ايش الكاربس لوتم. فايش بيعمل الامبيدو؟ بيرسل اشاره عشان يحافظ على الكاربس لوتم and modify the uterine production of بي جي اف 2 الفا. كلمه modify مش معناته انه يزيد بي جي اف 2 الفا، لا، يقللها، تمام، يخليها قليل. هسه هون الام شو دور الام؟ شو بتعمل الام سواء الكاو او اليو؟ بعد رح تفرز لي بروتين اسمه تروفوبلاستين. التروفوبلاستين متى بيفرز؟ بعد 14 من اوفيليشن، مش معقول بعد 14 من اوفيليشن بيجي البروجسترون البي جي اف 2 الفا بخرب كل شيء، بيعمل نيوتلايسيس. هسه بتيجي الام ايش تعمل؟ تفرز هرمون تروفوبلاستين، عفوا بروتين تروفوبلاستين، وهذا بروتين بيمنع البي جي اف 2 الفا انها شو؟ انها تحطمها، انها تحطم كاربس لوتم. وانا بشبه التروفوبلاستين بإشي يعني جد بجنن، هسا افرجيك اياه. اوكي يس استكد. اوكي رح تضحكوا طبعا عارفينه. فبيجي نعتبر هذا الزلمه الاصلا مين؟ اللي هو تروفوبلاستين، اوكي. بس يجي بروجسترون، شو بقول له هذا التروفوبلاستين؟ اسمعوا عفوا، اسمع يا ابو حسين شو هذا بالضبط؟ هيك بيعمل، هيك الايش التروفوبلاستين بيعمل بالضبط بالحرف. شو بقول له؟ شو بحكي للبي جي اف 2 الفا؟ بقول له اسكت اقلع. هيك بقول له بالحرف، اوعى تقرب على الكاربس توتم، اوكي. بس ارجع الليزر هاي، اوعى تقرب على الكاربس لوتم، تمام؟ مين بيعطيها هذا؟ حكي الكاوليو بعد خلال 14 يوم، بعد 14 يوم. بالنسبة للمير الوضع مختلف، كيف يعني مختلف؟ المير راح يفرز لي شيء اسمه بي ام اس جي اللي هو بريجنت مير سيومز جوناتروبين، او شيء اسمه ايكواين بريجن كرونيك جوناتروبين اللي هي الاي سي جي، تمام؟ مش الاي سي جي تبعت القلب، الاي سي جي تبعت ايش اللي هو صرنا. ايكواين اي سي جي او ايكواين كرونيك جوناتروبين عفوا. او بريجنت مير سيروم جوناتروبين، هذا ايش بيعمل؟ هذا بحفز لي انه يعمل لي سكندري كاربس لوتم، اوكي، فروم ذا اندوميتريال كاب ويتش انهانس، بحفز انتاج البروجسترون برودكشن باي ذا برايمري كاربس لوتم، وراح يساهم انه يعمل لي سكندري كاربس لوتم، سكندري كاربس لوتم، تمام؟ فحاله المير وضع مختلف. بقول لك هون موفمنت اوف امبيري، هيك معلومه بدك تحفظها هيك مع حالك، امبيري ثرو اوت بوث هورز بيفور بينج فيكس ات ايج 16، يعني حركه الجنين بضلها ثابته في اليوم 16، هيك فهمتها، فاحفظ هاي المعلومه عندك. والهيومن شو بالنسبه للهيومن؟ الهيومن راح تفرز برضه تروفوبلستين، برضه هتفرز شيء زي المير اكوان، هتفرز شيء اكوان ايش اسمه زي اكوان اكوان كرونيك جلوتروبين، بس انا نسميه هيومن كرونيك جلوتروبين. شو بيعمل؟ اللي هو اختصار اتش تي جي، هيومن كرونيك جلوتروبين، تمام؟ طبعا طالما تروفوبلاستيك سيلز. شو بيعمل هذا الهيومن كرونيك جلوتروبين؟ بحافظ على الكاربس لوتم، اوكي؟ بحافظ على الكاربس لوتم، تمام.
تيجي على مرحلة الولادة وهي تقريبا المرحلة يعني خاصة الأخيرة اللي يطلع فيها الجنين. مرحلة الولادة طول فترة الحمل البروجسترون بيضل يفرز بشكل عالي والاستروجين بشكل واطي، لكن لما نيجي مرحلة الولادة البروجسترون راح يتم إفرازه بشكل بسيط جدا، بشكل قليل جدا راح يخفض، والاستروجين راح يرتفع لسابع سماء. ليه؟ لأنه البروجسترون كفانكشن تبعه بيعمل على إيش؟ على إنه يخفض من عملية الانقباض، يخلي عملية الانقباض كثير بسيطة. أما الاستروجين بيعمل على زيادة القوة الانقباضية of the myometrium تبعت إيش العضلية تبعت إيش اليوترس. فلحظة حمل الولادة عفوا اليوترس بضل تنقبض بشكل كبير جدا جدا وبكل جنين خلص بدي أطلع ومش قادر أتحمل طلعوا لي. طيب هسا إيش العوامل اللي بتخلي الاستروجين يزداد والبروجسترون يقل؟ مبدئيا في هاي المرحلة الأخيرة الجنين نفسه الإمبريو راح يتعرض لستريس رهيب جدا، راح يتعرض لضغوطات عالية جدا. وإذا بتتذكروا في الإندوكراين لما أخذنا الكورتيزول حكينا إنه الكورتيزول بيتم إفرازه في حال تعرض كان لستريس. طيب هون الجنين تعرض لستريس، تعال شو هيعمل؟ راح يفرز كورتيزول. كيف؟ نفس الفكرة، يروح على الهايبوثالاموس يعطيني السي آر إتش اللي هو كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، وهذا يروح على الايش الانتيرو بيتيتري جلاند ويعطيك اي سي تي اتش اللي هو ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، وهذا هيروح على الادرينال جلاند اوكي ادرينال جلاند اللي هي الكورتكس ويعطيني هرمون الكورتيزول. هذا الكورتيزول اللي بيعطيني اياه راح يحفز له انه يزيد لي كميه الاستروجين ويقلل لي البروجسترون، وفي نفس الوقت يزيد لي البي جي اف 2 الفا. إذا بي جي اف 2 الفا والاستروجين راح يزدادوا والبروجسترون راح يقل، تمام؟ هسه ايش بيصير؟ زي ما حكينا هاي فيتر كورتيزول صار وصل لاعلى شيء، البروجسترون راح ينزل للصفر، الاستروجين راح يرتفع عالي، البي جي اف 2 الفا برضه راح يرتفع، تمام؟ بعدين البروتين ينخفض عادي. فالاي 2 بيزيد القوة القبضية والايش؟ والبي جي اف 2 والبروجسترون بخفض من القوة القبضية، عشان هيك احنا بنوقف برضه، تمام؟ هسه في نقطة بس بدي احكيها اللي هو ايش اسمه ablation cause prolonged pregnancy، شيء يعني اللي هي حسب ما فهمت الشرح انه تمديد فترة الولادة الحمل يا ربي انه فترة الحمل هتطول. ليش بصير هذا الحكي؟ في حال الـ ACTH صار له بلوك وما وصل للأدرينال، صار بلوك هنا والـ ACTH ما وصل للفيتا أدرينال جلاند، بالتالي فترة الحمل راح تطول، تمام؟ اوكي يس. فإذا الجنين بتعرض لضغط بحفز يعطيك بيعطيه الكورتيزول، الكورتيزول بيعطينا كذا كذا كذا، تمام؟ اوكي اخر سلايدين باذن الله. هون لازم حكينا فيت ستريس، اوكي خلي هذا بعدين نحكي هذول. برضه لحظه الحمل الولاده زي الحمل لها ثلاث مراحل، فيرست سكند ثيرد. اوكي المرحله الاولى انه يستعمل يطلع ايش يدفع الجنين من خلال عضلات ايش السيرفكس، اوكي برزنتيشن اوف فيتس ات ذا انترن، وجود الفيتس ات ذا انترن اوس اوف ذا سيرفكس، وجود الفيتس بالسيرفكس من خلال ايش قوه قبضيه مايوتر. المرحله الثانيه دفع الجنين عن ايش لهي المنطقه عن طريق الابدومينال مسل، از ذا اكشن ديليفر بروسس ايدد باي ميتين ابدومينال مسل. والمرحله الثالثه خاص الجنين بيطلع للبيئه وبصير ايش انولد، ديليفر اوف فيتا ميمبرين. اذا بيتم تحريكه للسيرفكس بكل ايش باي مايوتوم كونتراكشن، وعندك الابدومينال كونتراكشن تبعت الام بتصير تحريكه، واخر شيء يطلع لبرا. كمان هون الفيتال ستريس، اذا صار ستريس شو بصير؟ نسبه الاي سي تي اتش راح ترتفع، وبالتالي الفيتال كورتيزول راح يرتفع، وبالتالي ايش راح يعمل؟ اي 2 راح توصل لاعلى شيء من انه حول بروجسترون لاي 2. بالاول كان حول اي 2 لبروجسترون، هون بين ايش حول البروجسترون لاستروجين، تمام؟ واعطيك البي جي اف 2 الفا. نحكي الاي في الاي 2 تسريع شو بيعمل لي؟ مايوميتريوم كونتراكشن رح تزداد، ولما يزداد كونتراكشن بيزداد برشر. حط نقطة في أذنك يا ربي. حلقة في أذنك. كلما زاد استروجين عفوا كلما زاد الانقباض بيزداد برشر. كلما زاد الانقباض بيزداد برشر. بس زاد الانقباض بيزداد برشر وبتحفز سيرفيكال ستيميليشن. السيرفيكال ستيميليشن متى بتحفز؟ بتصير لما الجنين يوصل لمنطقة السيرفكس. طيب بعديك راح نحفز السيرفيكال ستيميليشن، وبعديك راح ايش يعطيني اوكسيتوسن، والاوكسيتوسن شو بيعمل؟ انقباضات اليوترس، مش الاوكسيتوسن بيشتغل على اليوترس وقت الحمل والولاده، فبيشتغل هرمون اوكسيتوسن، وبالتالي راح نوصل ماكسيموم بريشر. كيف يعني ماكسيموم بريشر؟ يعني كل العضلات السموث مسل، العضلات الملساء الموجوده في الفيمر ريدكتس سيستم كلها راح تنقبض، ويعطيني ايش؟ وراح يحاول يعطيني ويعمل لي ايش بريشر عالي جدا. في نفس الوقت ايش هذا ايتو مفروز من قبل الفيميل ويعمل لك ريبليكيشن تطيب عشان يطلع جنين بسهوله.
وبعدين راح اعطيك ايش البي جي اف 2 الفا اللي هو ايش اعطيك يعمل لك نيوتراليزيشن تحطيم الكاربس لوتام الكاو والجوت والدوغ والكات احفظها دول يعطيك الريلاكسين. هذا الريلاكسين شو بيعمل؟ هذا بتعمل على فتح قناه الحمل بيعمل على فتح قناه الحمل بيقول لك بالكليك ميسرجن بيعمل على فتح قناه الحمل اوكي. وبس بدك تحفظ بدك تعرف النقطه انه مصدر الريلاكسين بالكاو والبيج موجود بالكاربس لوتام لكن في الهورس والدوغ والكات في البلاسنتا. إذا في الهوس ودوب كات في البلاسنتا لكن في الكاو والبيج بالكاربس لوتام. نقطة أخيرة deliver in mare care while P4 is high. شايف كيف؟ راح الولادة في الحصان بتصير لما كمية البروجستيرون تكون كثير عالية عكس باقي الحيوانات. Okay؟ دائما بتلاحظ إنه المير بيختلف عن بقية الحيوانات بيقول لك الكورتكس كورتكس بالحيوانات كورتكس برا ومضلة جوا بس بالمير العكس عندك هون بيقول لك البروجستيرون عالي جدا عشان يولد ودائما الحصان مختلف. اوكي اخر سلايد اخر سلايد عفوا اخيرا اللي هي اللاكتيشن واللي شرحته بالاندوكراين. اللاكتيشن ايش هي عمليه ايش ذا بروسيس اوف ميلك برودكشن ات بيجنز تاور ذا اند اوف بيجنس بس الام تولد خلاص بصير عندها قدره انها تنتج ايش الميلك بيجنس اند از اوبفيس ات ذا تايم اوف بارتشوريشن استيميتد باي برولاكتين وجروث هرمون فبدها ايش بروتينات طبعا عشان تحفز انتاج الميلك وبدها برولاكتين طبعا الجروث هرمون ما هي برولاكتين عبارة عن إيش هرمونات بروتينية أوكي and growth hormone عشان يحفز هذا الحكي. الملك للدام خليني أشرح هاي الرسمة وخلص. هنا هاي منطقة اللي برضى منها البيبي فبيجي البيبي يرضى من هاي منطقة تمام. لما يعمل هيك راح يحف راح يرسل إشارة راح تطلع مع إيش إشارات هنا وتم إرسال spinal cord spinal cord راح يروح على brain stem وفي نقطتين راح يروح عليهم دوبا مينيرجيك نيرونز اند سوبرا اوبتيك اند سوبرا اوبتيك اند بارفنتيكولار نيوكلياس نيوكلاي. هسه هون لما يروح السوبرا اوبتيك اند بارفنتيكولار نيوكلاي راح يحفز لي يعطيني هرمون الاوكسيتوسين راح يعطيني راح يحفز راح يحمل على تحفيز افراز الاوكسيتوسين اوكي. والاوكسيتوسين شو بيعمل زياده ايش الملك صح على انه يحفز انتاج الملك. ولما يروح الدوبامين نيرونز شو راح يعطيني راح يعطيني دوبامين راح يفرز الدوبامين وهذا الدوبامين شو بيعمل؟ بيعمل على انخفاض البي اي اتش. ايش هو البي اي اتش؟ اللي هو برولاكتين انهبيتور هرمون فهو بيثبت له هذا الانهبيتور عشان يسمح له انه يفرز ليش؟ البرولاكتين فبيثبت هذا الحكي وبالتالي ايش راح يعطيني؟ يعطيني برولاكتين عالي. فاذا بدك تميز ما بين هاي النقطه وهي النقطه مينرجيك نيورونز راح يفرز يعطيني الدوبامين الدوبامين راح يثبت البي اي اتش وبالتالي يعطيني برولاكتين. اما السوبر اوبتيك بارفنتيكولار نيوكلاس يعطينا ايش الاوكسيتوسين اوكي اوكي. اون ستيميت ذا ستيميت اوف ذا تين اكتيفيتي سنسوري بالس حكينا ويتش ستيميت ذا هايبوثالامس اوكي اند ذا بيستيبوتيك جلاند سكريت اوكسيتوسين هذا حكينا في اندوكراين. اوكسيتوسين كوز باي كونتراكشن اوف ذا مايوبتيلا برضه هذا كله بالحكيته بالاندوكراين. ذا سكويز برضه حكيت من الاندوكراين. وهيك احنا خلصنا الماده والحمد لله. ان شاء الله رب تكون يعني ان شاء الله رب الله يوفقكم في امتحان. الماده سهله جدا زي ما تشوفين ريبرودكتيف سخيف بدوش اشي والله يوفقكم ويعطيكم الف عافيه يا رب.